صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شازلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلاص رمضان على الأبواب، كل سنة وحضراتكم طيبين. وكان في كلام يمكن عن موضوع تخفيف الأحمال، هل هيكون في قرارات جديدة بخصوص شهر رمضان؟ مجلس الوزراء امبارح طمن الناس وأعلن وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الشهر الكريم، وده طبعا تيسيرا على المواطنين. كل سنة طيب يا شازلي، وكل سنة وكل طبعا المشاهدين بألف خير، وينعاد علينا كده باليوم والخير والبركات. ويمكن الخبر ده كويس جدا، لأن ده هيخلي الناس تمارس طقوس وعادات رمضان بالشكل اللي يناسبها، لأن طبعا كان في كلام كتير قوي أو جدل كبير حول النور. هل هيتقطع الصبح؟ هل هيتقطع بالليل؟ طب لو اتقطع الصبح هيبقى من امتى لامتى؟ هل هيبقى فيه اختلاف كل يوم في يمكن ساعات قطع الكهرباء ولا لا؟ بالذات كمان والناس صايمه، وبعد الفطار الناس قالت تقول احنا بنحب نبقى قاعدين ونتفرج على المسلسلات ونتابع او طقوس حتى الدينيه من بعد الفطار. لكن الجدل ده انتهى تماما دلوقتي، مفيش تخفيف لاحمال الكهرباء طول الشهر الكريم. ويمكن دي من الاخبار الكويسه اللي احنا يا شاذلي بنحب نبتدي بيها كده يومنا، وكانت الاخبار الحلوه الحكومه فاجئتنا بيها. صحيح، مجلس الوزراء كمان امبارح وافق على اكبر صفقه استثمار مباشر من خلال شراكه استثماريه مع كيانات كبرى، وده في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. الصفقة دي زي ما قال رئيس مجلس الوزراء امبارح الدكتور مصطفى مدبولي، هي بداية لعدة صفقات استثمارية بتعمل عليها الحكومة حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. الحقيقة ان يعني نجاح الحكومة ان هي تجذب هذه الاستثمارات الأجنبية الضخمة بيأكد طبعا ثقة الكيانات الاستثمارية دي في الاقتصاد المصري، قدرته على أنه يتخطى التحديات اللي يمكن إحنا بنواجهها دلوقتي، خصوصا أن الصفقة دي تم الإعلان عنها امبارح. هتوفر طبعا مئات الألاف من فرص العمل، هتدخل عملة صعبة، هتساهم في إحداث انتعاشة اقتصادية خلال الفترة اللي جاية. زي ما قلنا يمكن دي من الأخبار الكويسة اللي إحنا حبينا أن إحنا نبتدي بيها يومنا النهاردة ونتكلم عليها في بداية الحلقة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. عليه أفضل الصلاة والسلام، جمعة مباركة على حضراتكم جميعا. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا النهاردة لصباح الخير يا مصر، خلونا نروح للميا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا شازلي، وصباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون دافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد. كمان في أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 21 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 31 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في كاترين 16 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. برحب بحضراتكم من جديد، وخلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا امبارح من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وشهد الاتصال الإشادة بالحراك الإيجابي في العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا خلال السنوات الأخيرة. وثمن الرئيس السيسي حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة. امبارح كمان وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بضرورة المشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بقى بمشاركة الوزراء شخصيا أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة، والإسراع في ترجمة مخرجات الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية. تفاصيل أخبار دي وأخبار تانية هنتابعها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم. شهد الاتصال الإشادة بالحراك الإيجابي في العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا خلال السنوات الأخيرة، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التقارب، خاصة على صعيد زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة لمجالات التعاون الثقافي والتبادل العلمي، وده في ضوء العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين. وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، تم تناول الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع
غزة، وثمن الرئيس السيسي في هذا الإطار حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع. امبارح وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بضرورة المشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمشاركة الوزراء شخصياً أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة. كما كلف مدبولي بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ضمن اختصاص كل منها، للإسراع في ترجمة هذه المخرجات لخطط تنفيذية، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة. امبارح وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وده في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى اللي بتتم بالشراكة مع كيانات كبرى بتحقق مستهدفات الدولة في التنمية اللي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأشار إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حالياً لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. امبارح قام وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة على هامش الزيارة اللي بيقوم بها الوفد الاقتصادي المصري لبروكسل للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر هذا العام، وحيث قدم عرض عن اقتصادية قناة السويس بحضور رئيس وزراء إقليم الفلاندر البلجيكي وعدد من ممثلي الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، واللي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة الإسماعيلية تم الإعلان عن انتهاء تطوير طريق السويس الصحراوي إلى معدية سربيوم في إبريل اللي جاي. في دمياط بيتم تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في 13 قرية. كمان في الأقصر تم انطلاق 55 رحلة بالون طائر على متنها 1350 سائح، وفي إنا تم توفير 38814 فرصة عمل للشباب بالمناطق الصناعية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسماعيلية أعلنت مديرية الطرق تنفيذ العمل بطريق بر أيمن ترعة المنايف الواصل من طريق السويس الصحراوي لمعدية سرابيون بطول 8 كيلومتر، وبتشمل الأعمال تطوير وتوسيع الطريق وتركيب شبكة إنارة كاملة وتحديث مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تصل ل 65 مليون جنيه، وهتنتهي الأعمال في 30 إبريل طبقاً للخطط الزمنية. في دمياط أعلنت شركة مياه الشرب عن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر سعد، وبتشمل الشبكات الناقلة والداخلية لمياه الشرب ل 28 قرية وشبكات انحدار ورافع الصرف الصحي ل 13 قرية، وده وسط حالة من التشديد على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال لما تمثله تلك المبادرة الرئاسية من قيمة كبيرة تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي آمن لجميع قرى الجمهورية. في جامعة سوهاج تمت الموافقة على تكليف 39 خريج من أوائل الدفعات بكليات الهندسة والتمريض والتكنولوجيا والتعليم والطب البيطري للعمل كمعيد بالجامعة. كما أعلنت الجامعة عن عزمها تقديم كامل الدعم والمساندة لهم وتوفير مناخ تعليمي متميز يساعدهم على استكمال دراستهم العلمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم والتحلي بأخلاقيات المهنة وفقاً للأعراف والتقاليد الجامعية. في الأقصر تم انطلاق 55 رحلات بالون طائر على متنها 1350 سائح من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة، وتمت الرحلة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة سياحية بتقل حوالي 4000 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات 6 دول أوروبية، وده حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. في قنا أعلنت المحافظة أنه تم توفير 38814 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقفت ونجع حمادي بمعرفة إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام خلال العام الماضي.
مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كمان في أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد. دلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا ما زلنا بنعيش في قيم درجة الحرارة اللي تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام. اغلب مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هتكون كتل هوائية صحراوية، فبالتالي ده بيؤدي لإحساسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، رغم ان النهارده هنشوف غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة، وايضا السحب العالية هتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، يمكن تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم كله، إلا أن أحساسنا بالطقس خلال فترة النهار هيظل طقس دافي على الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد وأيضا جنوب سيناء. طقس هيكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على المناطق الجنوبية الأقصر وأسوان، لأن أكثر المحافظات تأثرا بارتفاع قيم درجات الحرارة هي المحافظات الجنوبية الموجودة في جنوب الصعيد، لأن العظمى فترة النهار هتوصل عليها 31 درجة مئوية، لكن القاهرة الكبرى العظمى فترة النهار هتكون 21 درجة مئوية. خلال فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده بيكون بشكل تدريجي، بيجي على ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، بنحس بالأجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، بتكون قيم درجة الحرارة الصغرى أقل من الـ 12 أو الـ 13 درجة مئوية، ففي فرق في قيم درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل موجود بشكل كبير، بالإضافة كمان دايماً في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية، الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، يمكن اليوم في شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الشبورة المائية دي ميعاد تكونها بيكون في ساعات الليل المتأخر، يعني تقريباً الساعة 3-4 الفجر، تستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس، ويمكن اليوم الشبورة المائية خفيفة وبتأثر على الرؤية الأفقية بشكل طفيف، وسرعان ما هتتلاشى، يعني تقريباً ساعة بالكثير وهتبدأ الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق. كمان اليوم متوقع يكون معانا نشاط نسبي للرياح، سرعاتها هتتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة على مناطق من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات السواحل الشمالية. وجود نشاط للرياح وخاصة مع فترات المساء ودخلنا في فترة الليل يخلينا نحس بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة. كمان اليوم متوقع يكون معانا فرص لسقوط الأمطار، لأن احنا اليوم هيكون في غطاء سحابي بشكل كبير، وأكثر المناطق اللي هتتأثر بسقوط الأمطار هي طبعا كميات الأمطار هتكون أمطار خفيفة المتوسطة في مجملها في أغلب المناطق الموجودة في الصحراء الغربية، أقصى غرب البلاد مطروح، بعض المناطق كمان من السهلون، وسط وجنوب الصعيد، المناطق الموجودة في وسط وجنوب الصعيد المحافظات دي كلها معرضة لسقوط أمطار ما بين خفيفة المتوسطة، شمال محافظة البحر الأحمر، لكن مجمل أمطار اليوم في أي محافظة أو في أي منطقة من المناطق مش هيأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. كمان متوقع غدا إن شاء الله ارتفاعات أخرى في قيم درجات الحرارة، ويمكن خلال 72 ساعة اللي جاية هيكون في ارتفاع آخر في قيم درجات الحرارة، يمكن متوقع درجات الحرارة توصل ل 24 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، فهنحس بالدفء أكتر وهنحس بارتفاع قيم درجات الحرارة، لكن فترات الليل هيظل فيها برودة بشكل كبير. كمان بكرة متوقع مرور منخفض جوي كده في طبقات الجو العليا، فهنشوف فرص سقوط أمطار في بعض المحافظات الشمالية زي السواحل الشمالية، الوجه البحري، بعض الأماكن من مدن القناة، وممكن كمان تكون فرص خفيفة لأمطار في مناطق من القاهرة الكبرى، لكن أيضا مش هنسميها تقلبات جوية، هي فرص أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. مهم جدا بس هننصح كل السادة المواطنين عدم تخفيف الملابس بشكل كبير، خاصة فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، استمرار طبعا ارتداء الملابس الشتوية، وكمان تكون شتوية ثقيلة، ف
فترات الليل متأخر فترات الصباح الباكر، القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق مع أي ظاهرة جوية ممكن تأثر على الرؤية الأفقية وخاصة الشبورة المائية فترة الصباح الباكر. ومهم كمان نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية لأن احنا ما زلنا في فصل الشتاء، وارد جدا التقلبات الجوية تكون موجودة في أي وقت. طيب قبل ما نسيب حضرتك، أمشير دايما بيتمتع بتقلبات جوية سريعة وحادة ومختلفة، وأشارها طبعا نشاط الرياح يعني سرعة الرياح بتكون سريعة شوية وفي نشاط للرياح محمل برمال وأتربة، تنصحينا في إيه بإيه خلال الأيام اللي جاية لحد ما نخلص شهر أمشير؟ هو طبعا لازم نتابع النشرات الجوية لأن بالفعل يوميا بيحصل اختلاف في الظواهر الجوية ما بين ارتفاع منخفضات في الحرارة، نشاط رياح موجود في أماكن مش موجود في أماكن، حتى كمان فرص سقوط الأمطار. فمهم إن احنا نتابع النشرة الجوية يوميا ونشوف إيه الظواهر الجوية المؤثرة. كمان طبعا مع الأيام اللي ممكن يكون موجود فيها أي أتربة ورمال مسارة، مرضى الصدرية طبعا والجيوب الأنفية طبعا لازم نبتدي الكمامات واحنا خارجين، بس احنا الحمد لله على الأقل عندنا في النهارده وبكره وبعده ما فيش اي اتربه او رمال مساره، بس مهم جدا نتابع النشره الجويه قبل ما نخرج. علشان كده كنت عايزه اسالك الايام اللي جايه هل احنا معرضين لرمال مساره ورياح شديده شويه الايام اللي جايه، خصوصا ان احنا خلاص تقريبا يعني كام يوم وهنخلص امشير؟ هو احنا طبعا معرضين لنشاط للرياح، يعني يمكن احنا النهارده وبكره وكمان على مدار الاسبوع اللي جاي كله هيكون في نشاط للرياح بشكل كبير في معظم المحافظات، بس نشاط رياح ده هيكون موجود فترات المساء وساعات الليل بشكل كبير، هيخلينا نحس بالبرودة ويخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة، لكن هو إلى الآن غير مثير لأي رمال وأتربة، يعني احنا ما عندناش أي أتربة ورمال مسارة في أي منطقة من مناطق الجمهورية، لكن وارد يحصل تغير في خرائط الطقس أو في التنبؤات الجوية، ده اللي احنا بنقوله دايما في الفترة الانتقالية اللي احنا فيها اللي هي بتكون ما بين الشتاء والربيع، بيحصل تغير سريع في خرائط الطقس في التنبؤات الجوية. عشان كده احنا هنرجع تاني لأن لازم نتابع النشرة الجوية بصورة يومية، بس خلينا نطمن كل السادة المواطنين على الأقل في الثلاث أيام الجايين نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا غير مثير لأي رمال وأتربة. كمان في اعتدال في سرعات رياح على البحرين الأحمر والمتوسط، ده بدوره أيضا هيؤدي لاعتدال حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، نقدر نستمتع بفترة الويك إند أو الأجازة خلال هذه الأيام لأن الظواهر الجوية الموجودة معانا وإن كان في سقوط أمطار أو حتى نشاط رياح غير مؤثر تماما على أي أعمال. علشان كده كنت بسألك بما إن النهاردة الجمعة والناس بتحب تخرج في الويك إند، أهم الأماكن أو أكتر الأماكن اللي ممكن الناس تخرج فيها من غير ما تحس ببرودة شديدة قوي أو يبقى فيه رياح ورمال ممكن تتأثر بيها؟ هو طبعا احنا عندنا درجات الحرارة في معظم المحافظات فيها دفء، يعني حتى المناطق الساحلية ما فيهاش برودة، فنقدر نتجه للمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط او حتى كمان المطلة على البحر الاحمر، لان درجات الحرارة فيها دفء يعني تتجاوز 20 درجة مئوية في معظم المحافظات، في اعتدال في سرعات الرياح اللي ما فيش اي اتربة ورمال مسارة اليوم ممكن تأثر على اي اعمال انشطة يومية، وان وجد فرص امطار في بعض المناطق من شمال محافظة البحر الاحمر يعني المناطق موجودة على البحر الأحمر، فالأمطار مش هتأثر على أي أعمال أنشطة يومية بل ممكن تخلينا نستمتع بالأجواء أكتر لو احنا هنبقى موجودين في الشارع، لو السحب اللي هتبقى موجودة هتحجب جزء من أشعة الشمس. فأغلب المناطق الموجودة في الجمهورية وخاصة المناطق الشمالية نقدر نستمتع فيها بشكل كبير، لأن احنا هنلاقي في المناطق الجنوبية قيم درجات الحرارة بدأت ترتفع، يعني احنا عندنا في الأقصر وأسوان عظمى فترة النهار 31 درجة مئوية، ده هيخلينا نحس بالبرودة، بس كمان في فرق في قيم درجات الحرارة كبير بين فترة النهار وفترة الليل يتجاوز ال 15 درجة مئوية، فلازم نخلي بالنا بشكل كبير من فرق قيم درجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية، بالنهار في دفء بالليل في برودة شديدة، الجو ده دايما احنا بنسميه الجو اللي هو جو العياء او ممكن يصبنا بنزلات البرد بشكل كبير، فلازم ناخد بالنا من اختلاف قيم درجات الحرارة بين النهار والليل، عشان كده احنا دايما بننصح عدم تخفيف الملابس بشكل كبير، الملابس الشتوية تبقى على مدار اليوم كله، ولو انا موجود خارج البيت فترات الليل المتأخر او فترات الصباح الباكر تكون ملابس شتوية. طيب على ذكر المحافظات الحدودية في سيناء او في جنوب الصعيد بيبقى ساعات ينزل كده الصقيع بالليل في ساعات الليل المتأخرة علشان درجات الحرارة بتقل قوي، هل احنا معرضين للكلام ده الايام اللي جاية ولا خلاص البرد القارس قوي والصقيع الشديد قوي ده خلاص انتهى؟
هي البروده القارصه خلال فترات الليل مش هتكون موجوده معانا خلال الايام اللي جايه، على الاقل على مدار اسبوع ان شاء الله متوقع ان قيم درجات الحراره خلال فتره الليل ما تنخفضش لاقل من 5 درجات، خاصه في محافظات الصعيد او المحافظات الحدوديه. ممكن بعض المناطق من وسط سيناء مرتفعات شمس كاترين يكون قيم درجات الحراره فيها اقل من 5 درجات، لكن بصفة عامة مش هيكون في صقيع يتكون على المزروعات موجود معانا خلال الأيام اللي جاية. نشاط الرياح كمان مش هيساعد على تكون الصقيع، السحب اللي موجودة فيها عوامل كتيرة جدا مش هتخلينا نحس بالبرودة القارصة والصقيع اللي كنا بنحس بيه فترات الليل. كمان احنا هنبدأ خلاص شهر 3 المعدلات المناخية للشهور هتبدأ تتجه نحو الارتفاع، لأن احنا شهر 2 معروف ان هو ذروة الشتاء، خلاص شهر 3 هيبدأ معانا نبدأ نشوف بعض يعني أجواء الربيع، فتبدأ قيم درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل ترتفع. المعدلات المناخية كمان بتبقى فترة النهار بتتجاوز 20 درجة مئوية، فترات الليل كمان بتبقى مرتفعة، فخلاص هنبدأ نتجه نحو المعدلات اللي هي تبقى المستقرة أو اللي ما فيهاش برودة زيادة أو قارصة البرودة خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 21 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 21 12، اسكندرية 20 12، العلمين الجديدة 20 11، مطروح 19 10، ودمياط 19 13، بورسعيد 20 13، إسماعيلية 21 13، السويس العظمى فيها 21 والصغرى 13، العريش 20 12، كاترين 16 4، وطابة 20 11، حلايب 25 15، وشلاتين 26 13، شرم الشيخ 26 16، والغردقة 26 15. لو رحنا للفيوم هنلاقي العظمى فيها 22 والصغرى 9، بني سويف 22 9، الوادي الجديد 25 8، وأسيوط 23 9، سوهاج 28 11، وقنا 29 13، الأقصر 30 14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. وهنروح مرة تانية لشازلي وباسانت نكمل معهم فقراتنا. شكرا لك يا دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتفتتح وزارة الأوقاف في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل 32 مسجد، منها 25 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، وسبع مساجد صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2023 حتى تاريخه ل 615 مسجد. النهاردة هيكرم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بنها وعدد من الجامعات المصرية والعربية اللي تم إدراجها ضمن أول تصنيف عربي للجامعات، وده خلال افتتاح الدورة 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب اللي بتستمر فعالياته على مدار أسبوع. النهاردة محافظة الجيزة هتنفذ أعمال تحسين ضغوط المياه ورفع الاستفادة من أعمال إحلال وتجديد خطي طرد أقطار 600 مليمتر و 900 مليمتر بمحطة مياه طموة المرشحة بأبو النمرس. وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر هيتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ في الساعة 10 مساء اليوم حتى الساعة 6 من صباح الغد لتنفيذ الأعمال. وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي مركز مدينة أبو النمرس، ترسة، نزلة الأشطر، ومنيل شيحة. انطلقت منافسات بطولة كاس مصر الثانية للكبار في لعبة كرة السرعة، واللي بيتم تنظيمها في صالة المدينة الرياضية ببورسعيد بمشاركة 890 لاعب ولاعبة بيمثلوا 40 نادي. البطولة دي بتشهد منافسات شديدة جدا بين الفرق والأندية من أجل طبعا الحصول على لقب البطولة. يعني كرة السرعة طبعا من الألعاب اللي لقت رواج في الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه البطولة من الكابتن علي جمعة المدير الفني للمنتخبات المصرية لكرة السرعة اللي معنا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير بسنت. صباح الخير شازلي. صباح الحمد لله. احنا بدأنا منافسات بطولة كاس مصر الثانية للعب السولو الفردي المؤهلة للجمهورية. طبعا مشاركة كبيرة جدا من عدد كبير من أندية الجمهورية، أكثر من 22 نادي وهيئة،
حوالي 750 لاعب ولاعبة بيمثلوا أكثر من 16 فرع على مستوى الجمهورية. البطولة طبعا بتشهد منافسات قوية جدا بين لاعبي الأندية، لأن البطولة طبعا مؤهلة للجمهورية، والجمهورية برضه مؤهلة لتصفيات المنتخب، واللي بنختار منها بعض اللاعبة على الاشتراك في معسكر المنتخب المغلق للاشتراك برضه لتصفيتهم للعدد اللي احنا عايزينه 18 لاعب ولاعبة للمشاركة في بطولة العالم القادمة إن شاء الله. وبالمناسبة احنا يعني في شهر 10 أكتوبر اللي فات مصر فازت ببطولة العالم 34 في كرة السرعة في تركيا، والحمد لله حققنا شهر 10 اللي فات، يعني ده الموسم الثاني على التوالي صح؟ إن شاء الله إن شاء الله. يعني البطولة بصراحة حققنا المركز الكام يا فندم في البطولة اللي فاتت؟ في بطولة العالم اللي فاتت احنا الحمد لله حققنا طول مارك 8 ميداليات ذهبية في الكبار، و4 ميداليات ذهبية في الناشئين، ومصر فازت بالمركز الأول. طبعا الريادة لمصر في كرة السرعة، لأن اللعبة مصرية مبتكرها المهندس محمد لطفي رحمة الله عليه. طبعا فنياتنا احنا ابهرت العالم. احنا دلوقتي يعني وصلنا في اللعب السولو، اللعب السولو ده اللي هو اللاعب بيلعب لوحده على الفردي لا السولو غير الفردي، الفردي هو اللي هو لاعب ضد لاعب، السولو اللي هو اللاعب او الانفرادي يعني اللي هو اللاعب لوحده على الجهاز بيلعب مره باليمين مره بالشمال مره بالامام مره بيسابق الزمن في عدد الضربات. وصلنا لحوالي 3 يعني ضربتين و8 من 10 في الثانيه، يعني وصلنا لحوالي ده عظيم، ده معناه ان احنا متفوقين في اللعبه. طيب عايزين نستغل وجود حضرتك معانا ونتكلم شويه عن تاريخ اللعبه وامتى بدات في مصر وطبيعه اللعبه والاقبال عليها من جانب طبعا النشء الصغير واللعيبه وبالتالي جماهيريه. هي لعبه كره السرعه بدات في الستينات، المهندس محمد لطفي رحمه الله عليه بدأ فكرتها في الستينات، كان ابنه بيلعب تنس فكان عايز يعني يقويه في التنس، فابتكر الفكرة يعني ان هو يربط كرة من كرات التنس في قائم ويحاول يعني يمرنه على الباك هاند على الفور هاند، وجات الفكرة من هنا مع التطور اللي حصل فيها لحد 84 1984 تم ابتكار اللعبه وانشاء الاتحاد المصري لكره السرعه. يعني اللعبه نفسها ابتكار مصري بحت؟ ابتكار مصري بحت يا فندم، وخدت براءه اختراعات في فرنسا واليابان وامريكا اكثر من دوله. يعني المهندس محمد لطفي يعني وهي بدات ان باشمهندس محمد كان عايز يقوي ابنه في لعبه التنس. بالظبط كده، لحد ما وصلت لشكلها الحال دلوقتي، وبدا اول اتحاد ليها الاتحاد المصري، اشهار الاتحاد المصري 1984، اشتهار الاتحاد الدولي 1985، واقيمت اول بطوله عالم في القاهره، وكنت بشرف ان انا يعني لعبت فيها يعني الحمد لله وخدت فيها مركز اول. سنه 2007 تم اشهار الاتحاد العربي لكره السرعه برئاسه المستشار عمرو حسين، في 2011 تم اشهار الاتحاد الافريقي لكره السرعه برضه برئاسه المستشار عمرو حسين، وطبعا المجلس الحالي برئاسه النائب احمد الخطيب عاملين يعني بصراحه دافعين دفع جامد جدا في نشر اللعبه على مستوى الجمهوريه. الحمد لله اللعبه دلوقتي في تطور مستمر، تطور مهاري مستمر، تطور او نشر لعبه داخلي مستمر. عندنا الناشئين الجمهوريه بيشارك فيها فوق ال 2500 لاعب ولاعبه في الجمهوريه. مستويات الناشئين بدات يعني في ارتفاع يعني كبير جدا، ويعني الدليل بقى ان احنا كمان في البطوله دي برضه في اقبال رغم بعد المسافه عن القاهره، وطبعا الحاله اللي احنا بنمر بيها كلنا الحمد لله في اقبال كويس جدا يعني من اللعيبه، واللعيبه مستواها في تطور يعني. طيب ازاي بيتم احتساب النقاط في هذه البطوله؟ النقاط في البطوله ولا النقاط في المباريات؟ في المباريات.
النقاط في المباريات هو بالنسبة للعب السولو أو الانفرادي، يعني اللي هو اللاعب لوحده ده، زي ما قلت اللاعب بيلعب وضع يمين، وفي حكم بيبقى بيعد لمدة دقيقة وضع يمين لمدة دقيقة وبيريح نص دقيقة، وضع شمال لمدة دقيقة وبيريح نص دقيقة، وضع أمامي بالمضربين ويريح نص دقيقة، وضع خلفي بالمضربين ويريح نص دقيقة، وبيتم احتساب الأربع أوضاع دول جاب فيهم كام، التوتال بتاعهم جاب فيهم كام. فبيبقى مشارك في الإيفنت اللي هو الانفرادي ده واتيفر 100 لاعب، فترتيب أعلى لاعب هو ده الأول وهكذا، يعني اللي جاب 400 غير اللي جاب 399 اللي جاب 398 وهكذا. لاعب الانفرادي بقى اللي هو لاعب ضد لاعب، بيبقى المباراة من 3 أشواط، الشوط من 10 نقاط، اللي الشوط بينتهي عند 13-12 لو حصل ديوس، عند 13-12 لو حصل ديوس، اللي بيفوز بشوطين هو اللي بيفوز بالمباراة. لو لعب شوط وشوط بيبقى في شوط فيصل اللي هو بيحسم المباراة. عندنا ضربات الإرسال لازم تكون موازية للأرض، الضربات لو مش موازية للأرض، ضربتين إرسال غير موازين للأرض بتبقى نقطة. عندنا في منطقة لو شايفين الصور، في منطقة 60 سنتي اللي هي الشريط الأبيض ده اللي فاصل الملعبين، لو حد لمسه من اللعيبة بيبقى نقطة، اللعيب لو لعب الكورة في السلك بس بتبقى نقطة، اللعيب لو قطع الكورة. كابتن علي سريعا جدا، أبرز الأندية المشاركة إيه في البطولة؟ طبعا هو نادي الرواد بالعاشر من رمضان، هو بطل الجمهورية كبار وناشئين في آخر 3 مواسم، نادي الزهور طبعا ظهر بمستوى عالي جدا، نادي القناة صاعد من الناشئين، نادي القناة ونادي السوق عاملين صراحة حالة جامدة جدا، يعني السنة دي بستبشر لهم ان هم يعني نتمنى لهم اكيد كل التوفيق. ويعني احنا مبسوطين ان احنا عرفنا معلومة ان اللعبة دي اصلها مصري. بنتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي. انا كنت بلعبها في المدرسه، اضرب الكوره كده تلبس في وشي. كل الشكر ليك كابتن علي جمعه المدير الفني للمنتخبات المصريه لكره السرعه. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع لميا. شكرا ليك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بحث خلاله الأوضاع الإقليمية وجهود مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وخلال الاتصال ثمن الرئيس السيسي حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة، فيما أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقدير بلاده للدور المحوري لمصر في عملية إدخال المساعدات رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة في هذا السياق، مؤكدا دعم بلاده لجهود مصر المكثفة لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني وإرساء السلام في المنطقة. وقد توافق الجانبان كذلك على التشديد على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية لما سيكون لها من عواقب كارثية على المأساة الإنسانية في غزة، وأهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار وتفعيل حل الدولتين. أعلن مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. كان مجلس الوزراء قد وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى والتي تتم بشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. هذا وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية.
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، راح ضحيتها 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شنت غارات على 4 منازل في المحافظة الوسطى، لافتة إلى أنه جرى نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع. كما قصف طيران الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة في دير البلح وفي بلدة الزويدة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الأسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين الشهداء وعددا من الجرحى. كما قصف طيران الاحتلال منزلا آخر وسط رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الكونغرس الأمريكي إلى إقرار حزمة مساعدات إضافية لكييف، مضيفا أن التقاعس عن القيام بذلك سيكلف الأوكرانيين أرواحهم. وأضاف زيلنسكي أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا إذا انتصر في أوكرانيا. هذا وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا. قال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديامو لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أكثر من 500 هدف مرتبط بروسيا بالتزامن مع الذكرى الثانية للعمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الإجراء الذي يتم اتخاذه بالشراكة مع دول أخرى سيستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي فضلا عن شركات في دول أخرى تساعد في تسهيل وصول روسيا للسلع التي تريدها. يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا لدعم أوكرانيا الاثنين المقبل. وجاء في بيان صادر عن مكتب ماكرون أنه تمت دعوة زعماء ووزراء أوروبيين لحضور المؤتمر للنظر في السبل المتاحة لتعزيز تعاون الشركاء لدعم أوكرانيا. من جانبه أكد الرئيس البولندي أندريا دودا أنه سيحضر المؤتمر لمناقشة مقترحات جديدة للحل وتقديم المساعدة لأوكرانيا. تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة معرض أهل رمضان بالعريش، وأكد شوشة أن المعرض يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان، لافتا إلى توفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق. وأضاف المحافظ أن إقامة المعرض تأتي بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلتها في الأسواق الخارجية. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل. طبعا بنتكلم طول الوقت عن التغير المناخي والتداعيات الناتجة عن التغير المناخي، وبنسمع دايما مصطلح كده هو البصمة الكربونية، اللي هي بتكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن إجمالي انبعاثات الغازات التدفئة الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن يمكن فرد أو منظمة أو حدث أو حتى في بعض الأحيان منتج. صحيح، بس أنت زي ما قلتي إحنا عايزين نتكلم عن البصمة الكربونية. معناها ايه؟ ايه مفهوم البصمه الكربونيه؟ ازاي نقلل البصمه الكربونيه؟ ازاي نساهم كاشخاص ومؤسسات ودول كمان في التكيف مع التغيرات المناخيه؟ كل هذه التفاصيل هيقولها لنا الدكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئه اللي معانا دلوقتي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. في البدايه لو نوضح للناس كده ما معنى مصطلح البصمه الكربونيه. هو الحقيقه الاستاذه بسنت يعني تفضلت في البدايه ان هي قالت التعريف بتاعها، بس انا هعيده تاني برضو للساده المشاهدين. هو الحقيقه يعني هي اجمالي كميات الغازات الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هنقول يعني ايه احتباس الحراري؟
اللي هي يعني الرئيسيه فيها هي طبعا ثاني اكسيد الكربون، بس هناك ايضا غازات اخرى للاحتباس الحراري التي تحتبس الحراره داخل الغلاف الجوي عندنا في الارض، ودي طبعا متصله بشكل يا اما مباشر او غير مباشر بجميع الانشطه الانسانيه. احنا لو بنتكلم على البصمه الكربونيه للفرد، لو للفرد هي مرتبطه بجميع بشكل مباشر او غير مباشر جميع الانشطه الانسانيه او جميع الانشطه المتصله بالفرد، من اول ما بيصحى من النوم لحد ما بينام، ودي طبعا طبقا للنمط الحياه بتاعه او بحسب ما يطلق سلوكياته. عليه لايف ستايل. اي فهم؟ بحسب سلوكيات الفرد. حسب سلوكياته وحسب عاداته وحسب تقاليده وحسب ثقافته وحسب دخله، مهم جدا، وحسب مستوى تعليمه. يعني هناك الكثير والعديد من العوامل التي تدخل وتتحكم في مدى يعني ارتفاع او انخفاض البصمة الكربونية للفرد. طيب، يعني نفهم من كده ان كل شخص ليه بصمة كربونية بتاعته مختلفة عن التاني. مختلفة تماما، حتى حضرتك في نفس البيت، في نفس العائلة، في نفس الفصل المدرسي، كل فرد بيكون له بصمة كربونية بتختلف بسبب سلوكياته وبسبب زي ما قلنا الكثير من يعني ثقافته وتعليمه، وكمان هو إنسان مسؤول أو غير ما بالظبط مسؤول. كنت عايزه اتكلم مع يعني حضرتك في النقطه دي، ان احنا كلنا عندنا مسؤوليه تجاه مجتمعاتنا، تجاه الارض اللي احنا عايشين عليها، عشان نقدر نسلم ده للاجيال اللي جايه. ازاي اقدر انا كشخص بساهم في البصمه الكربونيه بتاعتي بشكل مثلا كبير شويه، عن طريق ان انا باخد عربيتي كل يوم بروح مثلا الشغل، التدخين، كل الحاجات دي اكيد بتاثر. ازاي انا كشخص اقدر اقلل من بصمتي الكربونيه، طبعا بسبب مسؤوليتي تجاه الارض اللي انا عايش عليها. طيب يا فندم، ده سؤال مهم جدا، وحضرتك لمستي حاجه يا استاذه بسنت اللي هي المواطنه البيئيه، environmental citizenship، يعني ان كل انسان بيعيش على وجه هذا الكوكب في اي بلد كان لا عليه واجبات وعليه مسؤوليات تجاه البيئه، لان البيئه دي هي المستقبل، البيئه دي هي الحياه بالنسبه له، وبالتالي له وعليه مسؤوليات. طيب حضرتك قلتي عده نقاط كلهم يعني تماما بيروحوا في الهدف، يعني ان انا كمواطن كانسان اقدر عن طريق سلوكياتي وتصرفاتي ان انا اقلل من البصمه الكربونيه والضغط اللي بعمله على البيئه والضغط اللي بعمله على الموارد اللي موجوده عندنا اللي هي المحدوده والتي ستؤثر بالفعل على الاجيال القادمه، ان احنا بنقلل لهم نصيبهم من جوده الحياه ونوعيه الحياه والى اخره. احنا مثلا اول حاجه حضرتك ممكن نعملها في البيت عندنا، نبتدي بالبيت ثم بنخرج من البيت هنعمل ايه؟ لو احنا في البيت عندنا الكثير من استخدام الادوات او الاجهزه المخفضه لاستهلاك الطاقه، يعني مثلا نغير اللمبات بتاعتنا الى لمبات اللي هي المخفضه موفرة. للاستهلاك الموفره. بالظبط كده يا فندم، اجهزه كتير جدا عندنا، حتى احنا لو حسبناها حضرتك ان احنا لو استثمرنا في اجهزه كهربائيه جديده هندفع فيها فلوس اكتر، ولكن الوفر في استهلاك الكهرباء، حتى احنا بنتكلم على جبنا على يعني الوفر المادي بتاعنا، مش مهم يعني لو خرجنا من قصه ان احنا مواطنه بيئيه وعايزين نخفض، لكن حتى هنوفر فلوس لنا كمان لو احنا استثمرنا في اجهزه كهربائيه موفره للطاقه في بيوتنا، هنلاقي ان في على مدى معين مثلا نحسبها برضو الوفر في استهلاك الطاقه وفواتير الكهرباء اللي هتيجي هتبقى يعني تبرر احنا ليه لازم نستثمر في اجهزه كهربائيه موفره للطاقه. ده نمره واحد. نمره اتنين، موضوع التكييفات يا فندم والدفايات والحاجات دي، احنا بطرق بسيطه جدا لو قدرنا نقلل درجه الحراره اللي الترموستات بنظبطه عليها هتوفر كتير جدا في استهلاك الكهرباء، ومش هتفرق معانا كتير قوي في ان انا قدرت اصل الى درجه معينه من البروده في عندي في البيت او في الغرفه اللي انا فيها في خلال ربع ساعه ولا يعني نص حتى ساعه. اختياري لدرجة حرارة التكييف نفسه بتفرق. بتفرق كتير جدا يا فندم، في دراسات كتيره بتولي الكربون فوت برينت، بتوري البصمه الكربونيه عند درجه حراره مثلا 25 او عند درجه حراره 22 23. والفرق بينهم قد ايه. ده نمره واحد. نمره اتنين، انا استخدامي للمياه في البيت كمان، استخدامي للميه
في البيت مهم جدا جدا جدا، لازم اقلل استخدامات الميه بتاعتي بقدر الامكان، ولازم استخدم الكثير من يعني لو عندي حاجه زي ما بيقولوا بتسرسب او يعني فيها ليك، فيها نوع من انواع تسريب. مثلا مصخوره بتنفس ميه او كده، اصلحها علشان خاطر اقدر ان انا بقدر الامكان احافظ على موارد المياه اللي داخله لي في البيت. ثالث حاجه حضرتك، المخلفات اللي عندي، تولد المخلفات اللي عندي ده اكبر شيء بيؤدي الى مشاكل في التغيرات المناخيه والبصمه الكربونيه. ليه؟ لان النقل بتاع المخلفات عندي الى المثوى الاخير لها، سواء هنحرقها ونطلع طاقه او هنحرقها بس او هندفنها، التخلص الآمن زي ما بنقول يعني. التخلص الامن يا فندم ده بيؤدي الى ارتفاع البصمه الكربونيه بكتير جدا. ليه؟ لان النقل والتوزيع والتخزين الى اخره. فانا اقلل من المصدر من البيت كميه النفايات المولده، وبقدر الامكان اقدر استخدم مره اخرى الكثير من المواد التي ينتفع الغرض منها. يعني انا خلصت عبوه معينه، هل العبوه دي ممكن اروح املاها تاني؟ هل ممكن اعاده الاستخدام او اعاده الاستعمال مره اخرى؟ مهمه جدا. طيب لكن حضرتك خرجت من عارف يا دكتور البيت، علاء ان احنا يعني دايما نقول ايه، يعني هي جت عليا، يعني هو شويه الميه بالظبط اللي نزلوا زياده من الحنفيه دول هم اللي هياثروا في الكوكب، وهم اللي هيعملوا او التغيرات، الورقه. وهم اللي هيرفعوا البصمه ايوه يا فندم الكربونيه. هيحصلوا. انا الناس مهم بتسال. جدا، انا بعتبر نفسي يا فندم ان انا كمواطن انا مهم جدا، وان حاجات كتيره جدا بتعتمد عليا، صحه هذا الكوكب صحيح، ومستقبل هذا الكوكب مفهوم بيعتمد طبعا. عليا. عشان كده لو فكرت ان انا انسان قراري مهم جدا لغيري والناس كتيره جدا، هي دي ما يطلق عليه بالمواطنه البيئيه، ان اي قرار المواطن بياخده بيؤثر على غيره، وبالتالي لازم هو يكون انسان مسؤول وانسان على قدر كبير من الوعي، بحيث ان سلوكياته تبقى ماشيه يعني لاحترام الغير والتفكير في المستقبل وفي اولاده وفي احفاده من بعده. صحيح. فمهمه جدا الحكايه دي. طيب احنا فاحنا اتفضل. اتفضل يا فندم. لا كمل يا فندم مع حضرتك. فهو حضرتك اول ما بنخرج من البيت موضوع النقل والمواصلات برضه مهمه جدا، لان تاني اكتر حاجه بيصدر عنها غازات احتباس حراري بعد انتاج الكهرباء والطاقه عامه هي طبعا النقل والمواصلات. كل ما اقدر افكر قبل ما اخرج ازاي ان انا اقدر استخدم مواصلات عامه، او ازاي ان انا اقدر اخد توصيله مع احد الجيران، او ان يبقى في ابلكيشنز، في تطبيقات على المحمول، الجهاز المحمول، بحيث ان انا لما اجي انزل اقدر ان انا الاقي يعني ان انا اخد اشارك في توصيله مع حد من الجيران او حد من المنطقه اللي انا فيها، دي كلها بتقلل طبعا الانبعاثات عن طريق السيارات الخاصه والى اخره. مش بقول ما تاخدش السياره الخاصه، بس تقدر تاخد سياره خاصه، خد معاك ناس اكتر عشان بتقل البصمه الكربونيه بعدد الافراد الموجودين في السياره. فده نمره اتنين. نمره ثلاثه طبعا استخدام السيارات الكهربائيه او السيارات اللي هي الكفاءه بتاعتها في استخدام طاقه عاليه، اللي هي يعني فيول افيشنت، يعني استخدامها كذا، او السيارات اللي من الممكن ان هي تكون بتشتغل هجين، يعني هايبريد، يعني كهرباء مع غاز طبيعي، او لو غاز طبيعي طبعا تبقى كويسه جدا، لان الغاز الطبيعي بتقلل كتير من غازات الاحتباس الحراري، يعني بتطلع كربون الى اخره وكده، ولكن بالنسبه اقل كتير جدا من البنزين العادي. ففي وسائل النقل والمواصلات هناك الكثير والعديد من الاجراءات والوسائل التي يمكن انا كمواطن ان انا يعني اسلكها، او يعني ان انا اعملها بحيث ان تقلل البصمه الكربونيه. ولو انا اروح عندي بقى مثلا شركه، انا ممكن اشجع الموظفين اللي عندي انه نعمل الكار بولينج، او ان احنا نعدي على بعض. بعض الشركات بتعتمد فكره ان احنا نكتب في اخر كل ايميل فكر في مسؤوليتك البيئيه قبل طباعه هذا الايميل. الحاجات البسيطه دي مهمه قوي عليا كفرد مسؤول عن افراد تانية، او حتى كرب اسره، ان انا اعلم اولادي ازاي ارشط في استخدام الكهرباء. الحاجات دي كلها مهمه جدا. كمان احنا حابين نتكلم مع حضرتك عن، يمكن عايزين نعرف متوسط استخدام او متوسط البصمة الكربونية للفرد في الدول الصناعية اللي هي اعلى بكتير من عندنا. حابين حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده. طيب هو يا فندم الحاجة الغريبة اللي هتتقال، ويمكن دي في أدلة علمية عليها، ان ليس بالضرورة
ان الافراد في الدول الصناعيه الكبرى تكون البصمه الكربونيه بتاعتهم اعلى مننا، بالرغم من تمتعهم بالكثير من وسائل الرفاهيه او الرفاه بشكل كبير، يعني عنده سياره وعنده الكثير من الاجهزه الكهربائيه التي قد لا تكون متوفره بالنسبه للمواطن العادي في دول العالم الثالث او في دول الناميه مثلا بصرف النظر. ولكن الحاجه الغريبه ان الكثير من الدراسات اللي اتعملت بتقول ان الدول الغربيه او الدول المتقدمه او الدول الصناعيه الكبرى بالرغم ان هي الصناعات فيها صناعات متقدمه جدا جدا جدا، وعندهم طبعا وصلت وسائل يعني الفرد مثلا بالنسبه له عنده نسبة سيارات ونسبة حاجات كهربائية أكثر بكثير من الدول النامية، إلا إن البصمة الكربونية للفرد نفسه بتكون مش كتيرة قوي زي ما احنا متصورين. ليه؟ ليها لأن وحدة قياس هناك طيب؟ وحدة القياس اللي احنا بنحسبها حضرتك بالنسبة للفرد بنشوف، يعني حضرتك عايز يعني أتكلم شوية على إزاي بنحسب البصمة الكربونية؟ أيوة يا فندم. طيب هو حضرتك البصمة الكربونية أنا ممكن أحسبها على ايديا دون اللجوء الى تطبيقات، هناك تطبيقات موجوده بتبقى حتى على الموبايل او بتبقى عادي على الانترنت، ان بدخل الكثير من الانشطه بتاعتي انا كفرد، بقول مثلا انا النهارده ركبت سياره اخذت مشوار مثلا من كذا الى كذا والعربيه دي بياناتها كذا عشان خاطر نعرف كفاءه معدل استخدام الحرق الطاقه والحرق بتاعها. نمره اتنين باجي اقول مثلا انا اكلت ايه النهارده؟ كميه اللحوم اللي اكلتها ونوعها ايه؟ لان اللحوم انتاج اللحوم والمواشي بيؤدي الى طبعا زي ما احنا عارفين كلنا مقارنه غازات بالخضار الاحتباس والفاكهه الحراري اللي هي الميثان اللي هي طبعا اخطر بكتير قوي من ثاني اكسيد الكربون. باجي اقول النهارده انا فتحت التكييف قد ايه وقعدت قد ايه؟ فكل فاتوره الكهرباء من الممكن جدا ان انا مثلا فاتوره الكهرباء لو عايز اتخطى الكلام ده كله من الممكن جدا ان انا اقول مثلا فاتوره الكهرباء الشهريه بتاعتي كذا، فكل مثلا كيلو وات ساعه بتقابلها، ودي تختلف طبعا يعني بس هي عامه بنقول كيلو وات ساعه بتقابلها بصمه كربونيه كذا طن مثلا او كذا كيلو معادل للكربون، لان حضرتك زي ما انت عارف ان غازات الاحتباس الحراري كلها مش زي بعض والاحترار بتاع كل غاز بيختلف قوته عن صحيح. الاخر، فبنتكلم على المعادل بالنسبه لثاني اكسيد الكربون وبنحسبها بهذا الشكل وبتطلع البيانات موجوده. بالنسبه على مستوى المنشات زي الاستاذه بسنت تفضلت، على مستوى المنشات في تقرير الاستدامه بيتم تقديمه كل سنه طبعا من كثير من المنشات التجاريه او الصناعيه الى اخره، وبتقول البصمه الكربونيه بتاعتها قد ايه وازاي هي بتحاول هذه المنشاه ان البصمه الكربونيه من فتره زمنيه الى اخرى عن طريق زي ما حضرتك قلتي استخدام ورق اقل، استخدام الطوابع اقل، ما فيش داعي ان احنا في حساسات لاستخدام الكهرباء، اخش الغرفه او المكتب عندي ما الكهرباء بتقطع بعد ما ومهم بخرج كمان يا دكتور ان احنا نكون مستوعبين كويس قوي ان كل شخص مننا عنده مسؤوليه تجاه البيئه وتجاه الارض اللي احنا عايشين عليها. ويمكن زي ما شاذلي كان لسه بيقول كلنا بنقعد نقول هي جت عليا انا، هو انا يعني صحيح. الميه اللي انا سايبها تسرب دي هي اللي هتنقص الميه من الكوكب. لو كل انا واحد وانت فينا صح، انا بالزبط. وانت وانتي وكل الناس مسؤوليه مجتمعيه وجمعيه، ده واجب علينا كلنا ان احنا نعمل كده. كل شكر فهمنا لحضرتك يعني بالظبط البصمه الكربونيه لكل كل شخص. كل الشكر لدكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئه، بنشكرك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا هنروح لجوله في الملاعب الرياضيه معلم، اتفضلي يا رب. شكرا ليك يا شاذلي. مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ مع فريق النادي الأهلي اللي اختتم تدريباته الجماعية استعدادا لخوض مواجهته المرتقبة اللي هتجمعه أمام فريق ميديانا الغاني النهاردة الساعة 6 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وعقد السويسري مارسيل كولر محاضرة فنية مع لاعيبة الأهلي قبل انطلاق المران الأخير من أجل التحدث عن عدة أمور فنية خاصة بالمباراة.
نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز أعلن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 25 فبراير الجاري باستاد 19 مايو 1956 في مدينة عنابة الجزائرية. وضم جوميز أحمد فتوح للقائمة رغم استمرار خوضه للبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة. وسارة عمرو حسني وملك حمزة لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش نجحوا في التأهل للدور 128 التمهيدي ببطولة كأس العالم والمقامة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي واللي بدأت امبارح وتستمر حتى 25 من شهر فبراير الجاري. اللاعبة المصرية لانا فتح الله فازت بالمركز الأول للناشئات تحت سن 13 سنة في بطولة فرنسا المفتوحة للسكواش في نسختها 29 واللي بتقام في فرنسا. النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني حصل جائزة أفضل لاعب أيبيري أمريكي لعام 2023 للعام الثاني على التوالي. نادي سلتك الاسكتلندي أعلن اعتزال حارسه الإنجليزي جوهارت لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي وده بعد وصوله للعام 37. توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني أعلن عودته من الاعتزال الدولي لتمثيل منتخب ألمانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 على أرض بلاده في يونيو اللي جاي. نادي روما الإيطالي اتأهل للدور 16 من بطولة الدوري الأوروبي بعد ما فاز على فريق فاينورد الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بين الفريقين 1-1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش خسر أمام فريق سانت جيرواز البلجيكي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات إياب دور المغلوب من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. فريق أرانا الفرنسي فاز على إي سي ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 في المواجهة اللي جمعتهم على ملعب ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي وتأهل إي ميلان رغم خسارته مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 3-0. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، نروح لفاصل ونرجع مرة تانية. طبعا ما فيش شك انه التكنولوجيا بقت جزء اساسي ومهم جدا في حياتنا، كل يوم في تطور في التطبيقات الالكترونيه والذكاء الاصطناعي واللي بالتاكيد بيكون ليه فوائد كتيره في التعليم وايضا في تطوير المهارات. بس اكيد فوائده كتيره جدا، لكن كمان خلينا نقول انه التطور ده او التطوير ده ممكن يكون ليه جانب سلبي خصوصا على الاطفال الصغيرين. خلونا نعرف ازاي الاطفال ممكن يتعاملوا مع تكنولوجيا رقميه ويستفيدوا من الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت نحميهم من المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها. معانا النهارده دكتور نور اسامه استشاري نفسي وتعديل السلوك في الاستوديو، منورنا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، اهلا بيك. مهم جدا ان احنا نعلم اولادنا الجديد اللي بيحصل في العالم عشان يبقوا ابديتد يعني، بس في نفس الوقت لازم يكون في معايير معينه نتبعها، فازاي اعلمهم اهميه او الذكاء الاصطناعي بشكل عام لكن في نفس الوقت احجم ده من غير ما اديهم الفرصه انه يبقوا حياه مفتوحه يعني. طيب، الاكاديميه الوطنيه للعلوم في استراليا، معهد الصحه النفسيه في كندا، كليه الطب النفسي وعلم الاعصاب في امريكا، كلهم اجتمعوا على مصطلح اسمه السم الجميل. الذكاء الاصطناعي عامل زي السم الجميل. ما ايه يعني ايه السم الجميل؟ قد يبدو لنا اللي هو رائع بس هو ليه أضرار كتيرة جدا جدا مع عدم التواجد الأب والأم أثناء متابعة الحاجات دي. طيب إيه الحاجات الكويسة فيه؟ أنا وجهة نظري إن إحنا بيعلموا أنواع الذكاءات المختلفة. ابني كان عنده ذكاء لغوي، بيحب التأليف، بيحب اللغة العربية، بيحب اللي هو يكتب قصص، ما في تقنيات وفي أكتر من أبليكيشن بيعلمه الذكاء اللغوي ده كويس جدا. في حاجات خاصه بالذكاء الحسابي، في ممكن تعملي اكتر من مقياس للاي كيو تيست تعمليه، في حاجات بتنبهك، في حاجه اسمها الشخص الذي ينتحر وايذاء النفس الغير انتحاري اللي هو مش قصده ينتحر، هو الاضطراب المصطنع، ممكن يشخص ده من خلال استمارات او استبيان او مقياس بيبدا يقدمه لك. ممكن يعمل دعم نفسي لأنواع الصدمات النفسية التي قد تحدث، فده كل ده كويس جدا. الفكرة بقى
في اعتمادك عليه ولا حسب السن. فاحنا دايما بنقول اللي فيه امراض حصلت مؤخرا او طوارئ سلوكيه زي التاخر في النطق، ADHD، فرط حركه، صعوبات تعلم، حاجات اوتستيك، حاجات كتيره جدا من الديسليسكيا، ديسكرافيا، وصعوبات الحساب، وحاجات كتيره جدا ظهرت مؤخرا، تشتت الانتباه، نقص التركيز، تسمم الرصاص، كل الحاجات اللي اعتقد كل الحاجات دي كنا بنتكلم عنها لما الطفل بيتعرض فتره طويله للتلفزيون ومن بعده الفيديوهات. مظبوط. هل في جديد طيب بالنسبه للذكاء الاصطناعي؟ جديد عدد جلوسه او مشاهدته للذكاء الاصطناعي. يعني الفتره الطويله دي مشكله او ده التخوف اللي احنا هنبدا نقضيه قدام هذه الشاشات. هي جميله جدا، حتى احنا كنا بنقول ان التعلم عن بعد حتى في المدارس هو رائع، بس لحد قد ايه؟ علشان لو احنا بنتكلم على الصغيرين لحد 5 سنين، المسارات العصبيه التي تنمو للتركيز والانتباه والاي كيو والماده الرماديه بتاعت المخ، كل ده مهم جدا. عدينا 5 سنين، هيبدا غصبا عنه هيبدا يجي له تشتت ونقص تركيز، هيبدا المعلومات هتوصل للذاكره قصيره المدى مش طويله المدى. طب انا عايزه بس نوضح حاجه، احنا لما بنقول اطفال بنتكلم من سن كام لكام؟ طيب احنا عندنا الطفوله المبكره والطفوله المتوسطه والطفوله المتاخره. الطفوله المتاخره احنا بنبدا من اول 2.5 سنين، من اول ما بيبي، ده اسمها الطفوله المبكره، لحد ما يخش بريكي اللي هو بنتكلم على 3.5 سنين 4. تمام. بعد كده من 5 لحد 8، من 8 لحد 11، او لحد 10 على حسب دخول المراهقه، عشان المراهقه ممكن تبدا عند البنات عند 10 سنين. فدي الطفوله المتاخره. طيب هنوصل بقى في مشكله ثانيه، يعني خلاص احنا قلنا خلاص هو ما عادش فترات طويله، واحنا قعدنا نوجه، انا بتكلم عنك دلوقتي كبرين مش كبيهيفير خالص. خلاص بقاش عنده نقص تركيز، وما بنتكلمش عن الطفوله المبكره خالص، احنا هنا بنتكلم على متوسطه او متاخره. بالظبط. يعني احنا خلاص احنا قدرنا ان احنا نقن توقيته وهو قاعد قدام، احنا بنتكلم اول 3 سنين في خطوره جدا على المسارات العصبيه في المخ، عشان بيأثر على المحور العصبي، فبيزود الماده البيضاء حوالين المحور العصبي، فده يكون عرضه لاي اضطرابات، من عرضه لاضطرابات القلق. فانا كده يعني احنا اصلا بقى الثلاث اصلا معلش الموضوع ده مهم قوي بالنسبه لي. ال- 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 الشاشه يعني الاطفال اللي قبل 3 سنين ما يتفرجوش اصلا، ما يشوفوش يعني ايه شاشه ولا طيب. لا كل الاطباء اللي في العالم اكدوا ان الاطفال الصغيرين اول 3 سنين من عمرهم في خطوره رهيبه في مشاهده، خطوره اصلا في المشاهده، مش هتكلم على التوقيت. ليه؟ المسارات العصبيه التي تكون الفصوص المخ تبدا تكون في 3 سنين او 3 سنين. الفصوص في المخ جواها محاور اللي هي ايه؟ تركيز وانتباه وقوه ملاحظه ومهارات حفظ ومهارات لغويه. تمام. ومهارات حسابيه. وتركيز وانتباه، كل ده بيحصل ايرور. فبنيجي يبان عند سن الحضانه ان ابني عنده مشكله في المهارات، سواء تواصل اجتماعي ده لو بنتكلم على السلوك، عنده شكل في البرين اللي هو اصلا مش مركز معاكي، هو بيتشتت، حتى لو ما كانش ADHD لا هو مشتت، هو مش قادر ياخد مالتي تاسك، مش قادر، قلت له معلومه واحده هو بيبدا غصبا عنه بينساها. لو عدينا المرحله دي خلاص خلاص احنا اتفرج. بس احنا يفضل لو اتفرج لا يزيد عن ساعه، ومفيش بحث في العالم اكد ان مشاهده الحاجات التعليميه وهو صغير افيد من التواصل الشخصي. صح. يعني انا بحطه علشان ياخد ان فيطلع اوت، ياخد لغه، لا هو مش هيتكلم اصلا، هو محتاج تواصل من عين ويبدا يسمع وحركات ايدي، كل دي مؤثرات طبعا، محتاج ياخد حصيله لغويه مني انا شخصيا عشان يبدا يطلع حصيله لغويه. هو بيتاخر في الكلام ليه؟ عشان ما عندوش كامل حصيله لغويه اللي يبدا يطلعها. فبالتالي الذكاء الاصطناعي يضره اكتر ما يفيد. اكيد. عشان احنا المفروض بنعلمه لحاجات تنميه المهارات اللي هو المفروض ياخدها في سنه. يعني حتى البرين جيم، انا مش بفضل الابلكيشن بتاع الموبايلات بتاعت البرين جيم اللي هو التدريبات الذهنيه. طب ممكن اجيب له حاجات برين جيم قدامه، منها زاويه تركيز، اي حاجه فيها ميلاتونين، شاشه زرقاء، هي بتاثر حتى علينا احنا كبار، بتاثر على خلايا المخ، بتاثر حتى يعني لما نيجي نتكلم عن مراهقين كارثيه، وبتاثر على البيهيفير بتاعه. يعني المصطلح الجديد اللي نزل من 5 سنين على الاضطراب المصطنع، الطفوله المتوسطه اللي بيبدا يظهر فيها ابني عند مثلا 6 سنين، بدا يظهر فيه
ان هو عنده تخوف من التعامل مع اصدقائه. مثلا داخل المدرسه هو مش قادر يتقبل اصلا المدرسه فعنده صدمه المدرسه. تباعا هو بدا يبقى عنده عزله اجتماعيه في المدرسه. طيب ايه اللي بيحصل له؟ اضطراب مصطنع. اضطراب مصطنع بسهوله جدا يتم الاكتذاب بتاعه ان هو يبدا يمسك الموبايل اي حد يعمل شات معاه لحاجات غير قانونيه يبدا يدخله في حاجات بيخش في عالم افتراضي ويبقى عشان يعيش حياه الكبار عشان هو عنده صدمه فعنده اضطراب مصطنع او يبدا يحط حاجات مش عنده يعمل اكونت مثلا مش حقيقي عشان خاطر الناس كلها تتقبله عشان يبدا يشعر بالاهتمام عشان هو حاسس بالاهمال. فكل ده بدا يظهر من خلال السوشيال ميديا. بتتكلم في الموضوع اللي يغير من بعض من شكله او من بعض التصرفات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي بيفكرنا بالكبار. في ده بنتكلم على يمكن السوشيال ميديا اكتر واخطرها، لكن انا عايزه اتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي على السوشيال ميديا بالظبط. يعني لانه الذكاء الاصطناعي لو عرفناه هو عباره عن ايه؟ هو علوم الكمبيوتر بشكل عام المخصصه لحل المشاكل المعرفيه المرتبطه بذكاء الانسان البشري اللي هو اللي احنا دخلناها اصلا على الكمبيوتر. صح. فانا عايزه اتكلم عن هو ليه اصلا طفل من 5 ل 8 سنين بيستخدم ده او عارف ده ليه بقى؟ عشان احنا واحنا صغيرين انا ابني كتير جدا بيبدا يسال كتير يبدا يزن، فالام بتكون مشغوله يا اما مشغوله شغلها بيحصل يا اما مشغوله مع اخواته يعني عندها حاجات، فبتعمل ايه بقى؟ فبتنزل تطبيقات. التطبيقات دي بتعلم اللغه، تطبيقات للبرين جيم عشان نزود هي اعتقادا منها نزود الاي كيو بتاعه. ننزل له مقاييس او تقنيات جديده تبدا تعمل له تهذيب للسلوك او تشوف هو ايه المشاكل اللي عنده في السلوك ده كويس. طب هل هو بيرفع الاي كيو بتاع الطفل مثلا؟ هل ممكن يرفعه؟ خالص. بص بالعكس ممكن يقلله مثلا. بص الاي كيو هي الماده الرماديه بتاعت المخ. كلنا ما دام احنا طلعنا اسواق ما عندناش مشاكل خالص في المخ، ضمور في المخ او ماي في المخ او الحاجات دي كلها، بنطلع كلنا نفس النسبه. بتكون بس محتاج عشان اللي محتاج يرفعها ايه بقى؟ تنميه المهارات. انك تبدا تديله مهارات كتيره جدا فيبدا يكتسبها. وبتقيسها بحاجه اسمها مقياس ستانفورد، مقياس 45 دقيقه، بيبدا يسال الام حتى لو بيبي كان صغير يبدا يسال الام اسئله فنبدا نعرف الاي كيو بتاعه 90 ل 120، اقل من كده يبقى عنده مشاكل، يبقى عنده نوع من انواع الاعاقه هكذا. اللي بيزود تنميه المهارات. بس انت لما بتحطه قدام الشاشه هو بيدمن الشاشه ادمان سلوكي. بيأثر على المحور العصبي، الماده البيضاء اللي حوالين المحور العصبي في المخ، فيبقى عرضه هو كده ادمن ادمان سلوكي. زي الشخص اللي بيدمن مثلا السجاير، هو ادمان الحركه او ادمان هذا السلوك. فتبدا بقى تبدا تمنعه تاني ادمان السلوك، بس ساعتها بيكون تسبب في مخاطر. لو اتكلمنا لحد 6 سنين هو النطق في تلعثم مؤقت، تلعثم دائم، تهتها في الكلام، لو كان من الشخصيات الخجوله هيبدا المشكله بقى في البيهيفير بتاعه، العزله الاجتماعيه. انت حطيته في عالم تعود عليه، فلو كان من شخصيتك القويه او الجريئه هيبدا يدمنه ويبدا يجرب، فانت مش عارف التجربه بعيده عن الاب والام ممكن يعمل ايه. طيب لو كان من الشخصيات الخجوله او المتواضعه هيبدا في العزله الاجتماعيه. العزله الاجتماعيه هيبدا ينطوي تماما المجتمع ويعيش في متلازمه العالم الافتراضي، فيبدا يعيش في عالم غير حقيقي، فيبدا يبقى عنده سوء تغذيه، مش انعزاليه تماما، خوف من المجاملات حتى من اقرب الناس ليه، ممكن يبدا كوابيس، ممكن يبدا يجي له هلع ليلي، هيبدا يجي له تلعثم وتهتها في الكلام، يا اما انطوائيه يا اما عضوانيه الكونفر زون بتاعه منطقه الامان هو ماما مثلا او حد اصغر منه. بالتوالي بحطه شخصيه اتكاليه، سوء تحصيل دراسي، وقد يصل الى صعوبات تعلم. ده اللي بيخوفني من زياده مشاهد القعده قدام اي شاشه حتى الذكاء الصناعي. ما هو مشكله انت في الاول في الاخر قاعد فين؟ قاعد قدام شاشه. صحيح. فانت بيقدم لك حاجه كويسه. ايوه بيقدم لك حاجه كويسه لمده قد ايه؟ هم لسه صغيرين. لا وانت بتتكلم عن العالم الافتراضي انا طبعا جه في بالي دلوقتي الجيمرز او الناس اللي بتلعب الالعاب، هو ده اللي شاغل يمكن الجيل الجديد. هم في الحقيقه مش مهتمين قوي بالسوشيال ميديا، يمكن ابلكيشن معين هم اللي مهتمين بيه، بس مش يعني مهتمين بالسوشيال ميديا قد الجيمز بالذات الاولاد يعني. وبيدخلوا بينخرطوا قوي في العالم الافتراضي بتاعها، حتى اللي عندهم الفي ار حقيقي النضاره دي وبيدخلوا جواها.
هو يعني انا ناس تعمل فلوس منها وفي ناس عندها سرعه اسمها ايه الفلكسبيليتي بتاعتهم، معرفش يعني هم عندهم سرعه بديهه في حاجات كتير، لكن في نفس الوقت هم ما بيتحركوش، فده بيدخلهم في مشاكل كتير قوي. مهم قد ايه من للاهالي ان هم يعني معرفش يحجموا ده ازاي، بصراحه صعبه قوي، بس يقللوا لو شايفين ابنهم انخرط خلاص في الحته دي، اولادهم انخرطوا خلاص في الحته دي، ارجعه ازاي يعني، اعدله السلوك ده ازاي. طيب لو احنا اتكلمنا لحد الطفوله المتاخره قبل دوريات المراهقه الموضوع اسهل عشان خاطر قبل المراهقه ظهور اضطرابات القلق التي قد تحدث ممكن تكون قليله شويه. يعني مثلا ممكن عايز اقول لك بكل بساطه، قد يصاب ابني باضطراب ثنائي القطب او الشخصيه الحديه. ثنائي القطب ان هو يا اما يكون تقلبات مزاجيه رهيبه، يا اما يكون سعيد قوي جدا يا زعلان قوي عشان هو مدمن الشيء ده، او اضطراب الشخصيه الحديه هو ودي بتحصل للشخصيه الخجوله اللي هو ايه، هو خايف من بابا او ماما يسيبوه فيبدا يقرب منهم قوي، بعد كده ممكن يوصل لاضطرابات قلق، بعد كده ممكن يجي له فوبيا، الفوبيا بتزيد مع اكتر من حاجه. ده في بدايه دخول المراهقه البنات عرضه لاضطراب تشوه الجسم عشان خاطر هي بدأ في عالم افتراضي، لو هي شخصيه خجوله بتبدا تشعر ان امانها اللي بيسميه هايبوكامس، ده مهم جدا ماده في المخ، امانها في ده، لو شلتي ده زي الادمان بالظبط تبدا تحس ان هي وحشه، فتبدا تاكل كتير جدا او ما تاكلش اصلا، فيجي لها نحافه شديده او سمنه مفرطه، فيبدا هي مش متقبله اصلا المجتمع، فانت طلعت حد مريض. طيب الطفوله لا، انت ممكن بقى نقص تركيز تشتت انتباه، على فكره هو بيكون فوكس جدا على الالعاب بس هو مشتت، او على الشاشه هو مشتت لاي مدى خارج هذه الشاشه فده ده فيك، ده مش حقيقي. فاحنا في الحاله دي بنبدا، وهو قبل لحد الطفوله المتاخره بنبدا نحط له بدايل، بنزود له برينجم حاجات المالتي تاسك، بنبدا نديله العاب كتيره جدا، بنبدا نشغل وقته بشكل كبير جدا عشان نبدا نسحبه. انا ضد فكره المنع عشان المنع هيسيب اثر سلوكي قوي جدا، فاحنا بنحطه في رياضه، بنحطه في حاجات ليها علاقه بالحاجات الحسابيه تبدا تشغل دماغه شويه، او الحاجات البرين جيم، ممكن احط ده نوع من انواع المكافاه. بس لازم احط له جدول، لازم احط له جدول يبدا يمشي عليه، ما هو برضه قاعد فاضي. لو دخلنا في المراهقه لازم اشخص، لازم اعرف ايه يعني، لو في حاجه حصلت طارئه لازم اشخص الاول حاجه الطارئه، بنتي او ابني لو جالهم هلع ليلي مستمر او كوابيس مستمره، تبول لا ارادي، سوء في التحصيل الدراسي، بدا يجي لهم صعوبات في التعلم سواء كانت في الكتابه او في القرايه، بدا يجي لي شكوى من المدرسه ان هم اكثر عدوانيه، لازم اخد بالي لا كده في اكشن، كده احنا داخلين يا اما بقينا في اضطراب، يعني في ناس كتير جدا بيجي لها اضطراب اكتئابي، هو مش اكتئاب بس هي لما تنسحب من هذا الشيء هي بتبدا تحس باكتئاب واحباط، اعراض انسحاب يعني بالظبط، مع الاستمراريه تبقى اكتئاب. فلازم اشخص الاول، طب ما عندوش حاجه ببدا خلاص، عشان حتى لو وصل المراهقه ودي مرحله فيها خطوره جامده جدا وحصل له مشكله وانت سحبت تماما وقللت من غير ما تعالج، وده اللي بيحصل كتير جدا، فبتكتشف في مرحله الجامعيه لا انا ابني عنده مشكله، ده احيانا بيكون الاب والام هم السبب فيها باستخدامهم وانخراطهم قوي في التعامل مع التكنولوجيا واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفه. وحتى مثلا لما طفل يشوف والده ووالدته بيغيروا صورهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيحطوها على مواقع التواصل الاجتماعي وبيشوفوا اشادات، اعتقد ده بيكون مؤثر سلبي على الاطفال ان هم ياخدوا نفس الاتجاه، ما هو الناس بتقول لهم هايل وجميل والصوره حلوه وتعليقات كتيره والكلام لطيف، وفعلا الصوره بتكون مرسومه بتقنيات الذكاء الاصطناعي. عمري ما فكرت فيها كده يا شاذلي، يعني طبعا بتؤثر يعني طبعا بكل تاكيد. انا لما اشوف الطفل لما اشوف والده اصلا بيعمل كده ما هو طبيعي يطلع كده هو كمان، نفس فكره ما تكذبش بس احنا بنكذب يعني، نفس الفكره دي. اولادنا هم انتاج لتربيه الاب والام، لو عايزين نربي اولادنا المفروض نربيهم قبل تربيتهم ب 20 سنه عن طريق تربيه الاب والام. احنا طالعين نتاج لتربيه الاب والام. فاحنا قدوه، فهو البرمجه العصبيه هو بيشوف مين الشخص القدوه بالنسبه له ومرحله التقليد. عشان كده لما بنسيبه قدام الشاشات الالكترونيه كتير قوي بيبدا قدوه بالنسبه له حد ده اللي بيخوف، حد مثلا في خطوره، حد ميوله الاخلاقيه مش كويسه. فلما لازم يقلد الاب والام، وخصوصا بقى لما الاب والام مفيش لغه حوار بسميها الجمل السامه،
جمل السم انت لسه صغير انت مش فاهم حاجه لما تكبر كوخ يا بابا عيب يا حبيبي فيبدا هو ممنوع النقاش هو ممنوع نسال اصلا يعني انا دايما بقول ولادنا بيكرروا الاخطاء كتير عشان احنا بنتعامل غلط هو مش عايز احنا مش عايشين في مدينه الفضل هيبدا يجرب وعنده روح الفضول وعنده روح الاكتشاف وهيفضل يجازف ويخاطر فلي هو محتاج مني ان افهمه حبيبي ده في نطاق شغل بس في نفس التوقيت انت مش هديله دروس وهو قاعد فاضي ما انا برضو ضد الفكره دي هو لازم اشغل وقته ولازم في لغه حوار واقضي تماما على الجمل السامه اللي ان زغرة العين اللي ببدا اديها لابني هو ما اتعلمش حاجه صحيح ففي الاخر مش هيقتنع بيا ومش هيقتنع بالكلام بتاعي وهيبدا بيتعامل معاه وهيروح للجانب الاخر يدور على اجابات على تساؤلاته في تشات جي بي تي في اي ابلكيشن من الابلكيشنز الموجوده لو هو صغير هيبقى اسقاط نفسي هيبدا يضايقني اكتر لو كبر شويه هيعمل كذب من قامه السلطه اللي هو خايف مني فيبدا يعمل كل حاجه من ورايا فانا ما عملتش اي حاجه طيب وفي دايما مخاوف من خرق الخصوصيه يعني دايما بنقعد حتى نتكلم مع البنات الصغيره خلي بالك يعني لو حد كلمك او قال لك حاجه مثلا على بعض الابلكيشنز لازم تروحي تقولي لبابا وماما عشان خاطر يساعدوكي لو في حد بيهددك بالذات في سن صغير وشفنا يمكن حالات من دي كتير مش بس بتكلم هنا في العالم كله وبعض الحالات ان الاطفال بنات صغيره كانت بتتعرض للنوع ده من التجاوزات فامتى انبه اولادي انه في يمكن بعض الابلكيشنز دي تعمل خرقه للخصوصيه بتاعتكم واوعيهم ضد الحاجه زي دي الموضوع ده مهم جدا 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 بقابل اهالي وده حالات بتجيلي شخصيا بيتعاملوا مع الموضوع ده بشكل قوي جدا وحازم فالاطفال او المراهقين بيتخوفوا ان هم يحكوا فاحنا وهو صغير انا بحب التحصين نبدا نعلمه الفرق بين اللمسه الوحشه واللمسه الحلوه ان حد يقرب منك يسلم عليك لمسه حلوه اللمسه الوحشه ان حد يلزق فيك السر الحلو والسر الوحش السر الحلو ان اعمل لك مفاجاه لعيد ميلادك السر الوحش ان حد يقول لك ما تقولش لبابا او تخاف تقول لبابا مثلث العيد من اول رقبتك لحد ركبتك من حق اشخاص واحد او اثنين او ثلاثه يتفرجوا عليه فابدا اديله تحصين ممكن اعمل رسومات وهو صغير الحاجات دي كلها تحصين عشان نبعد عنه اي ايذاء بدني قد يحدث ونبدا ندير السيناريوهات لحد لمسك هتعمل كذا حاجات تمثيليه وحاجات فيها رسوم وفي اغاني نزلت في الموضوع ده فبدا يتحصن فمش هيبدا يخاف اللي هو يبدا يجي يقول لي من هو صغير صحيح فتباعا لو حد بدا يزيف المراهقه هيبدا يجي بلغ شكرا جزيلا ليك طبعا على كل هذه المعلومات الدكتور نور اسامه استشاري نفسي وتعديل السلوك بنشكرك جزيل الشكر بشكرك ربنا يخليك مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع لميا تفضلي يا لميا شكرا لك باسنت 9 صباحا بتوقيت القاهرة 7 بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بحث خلاله الأوضاع الإقليمية وجهود مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخلال الاتصال ثمن الرئيس السيسي حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة فيما أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقدير بلاده للدور المحوري لمصر في عملية إدخال المساعدات رغم العراقيل الصعوبات الكبيرة في هذا السياق مؤكدا دعم بلاده لجهود مصر المكثفة لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني وإرساء السلام في المنطقة وقد توافق الجانبان كذلك على التشديد على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية لما سيكون لها من عواقب كارثية على المأساة الإنسانية في غزة وأهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار وتفعيل حل الدولتين أعلن مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى يعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة كان مجلس الوزراء قد وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي
المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. في هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانة كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. هذا وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، راح ضحيتها 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شنت غارات على 4 منازل في المحافظة الوسطى، لافتة إلى أنه جرى نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع. كما قصف طيران الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة في دير البلح وفي بلدة الزويدة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين الشهداء وعددا من الجرحى. كما قصف طيران الاحتلال منزلا آخر وسط رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الكونغرس الأمريكي إلى إقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف، مضيفا أن التقاعس عن القيام بذلك سيكلف الأوكرانيين أرواحهم. وأضاف زيلنسكي أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا إذا انتصر في أوكرانيا. هذا وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا. قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أكثر من 500 هدف مرتبط بروسيا بالتزامن مع الذكرى الثانية للعمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الإجراء الذي يتم اتخاذه بالشراكة مع دول أخرى سيستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي، فضلا عن شركات في دول أخرى تساعد في تسهيل وصول روسيا للسلع التي تريدها. يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا لدعم أوكرانيا الاثنين المقبل. وجاء في بيان صادر عن مكتب ماكرون أنه تمت دعوة زعماء ووزراء أوروبيون لحضور المؤتمر للنظر في السبل المتاحة لتعزيز تعاون الشركاء لدعم أوكرانيا. من جانبه أكد الرئيس البولندي أندريا دودا أنه سيحضر المؤتمر لمناقشة مقترحات جديدة للحل وتقديم المساعدة لأوكرانيا. مشاهدينا، انتهى موجز التاسع، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يجعل لعباده مواسم كتيرة للخير بيكثر فيها الأجر، وده طبعا رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بعباده. وعشان كده شهر شعبان بيعد من شهور المنح الربانية زي ما بنقول كده، اللي بيهبها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا شهر بترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وتتجلى فيه رحمة الله تعالى بعباده، فطبعا فيهبهم من خزائن خيراته. طيب، احنا النهارده هنتكلم عن الدعاء المستجاب وازاي نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى في كل اعمال الخير اللي بنقدمها في شهر شعبان. يمكن ناس كتيره بتحب تبتدي من شهر شعبان عشان ندخل رمضان مستعدين وداخلين بقوه، سواء بالدعاء او باعمال الخير او حتى كمان في الصيام. هيكلمنا النهارده عن فضل يمكن شهر شعبان وال يعني استجابة الدعاء في شهر شعبان. نورنا الشيخ تامر مطر الواعظ الديني، اهلا بيك يا فندم. حضرتك يا فندم، صباح الخير عليك. الله يسعدكم. طيب، احنا خلينا في الاول كده نتكلم عن فضل شهر شعبان، ويعني مهم قد ايه ان احنا نبتدي من بدري، مهم قد ايه ان احنا نبتدي الدعاء والصدقات والصيام حتى من بدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، اللهم يا عظيم المن، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة قبل استحقاقهما، يا سيدي ويا مولاي ويا خالقي، نعوذ بك يا ربنا من أن تشوه وجوهنا ببلاء الدنيا وبعذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لله عز وجل في أيام الدهر السنة يعني نفحات، يعني خصوصيات لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصيات ترفع فيها الأعمال، خصوصيات ترفع تضاعف فيها الأجور، خصوصيات منح ربانية. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وربنا بيقول لسيدنا موسى: وذكرهم بأيام الله، في أيام معينة كده ربنا له تجليات عظيمة فيها. من بين هذه الأيام شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا الشهر وكان يكثر الصيام فيه فقال لهم: ذاك شهر يغفل الناس عنه، الناس بتغفل عنه. دايما أقول يعني وراء كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلسفة معينة ومفاهيم معينة وتوجيهات معينة محتاجة إن احنا نبقى بنركز فيها. ليه النبي بيقول إن الشهر ده بيغفل الناس عنه؟ لأن هذا الشهر زي المقدمة لشهر رمضان، تمهيد لشهر رمضان. طب ليه الناس تغفل عنه؟ فقعدت أدور كده فلقيت إنه لو حضرتك بتقرأ كتاب ومتشوق، عنوان الكتاب كذا كذا، وأنت متشوق تعرف إيه المحتوى والمضمون اللي في صلب الكتاب، هتلاقي المؤلف عامل إيه؟ عامل مقدمة. المقدمة دي حاجة مهمة جدا جدا علشان تفهم إزاي الكاتب انطلق من مفاهيمه عشان يكتب المحتوى اللي جوه الكتاب اللي أنت المفروض تستفيد بيه. فكأن شهر رمضان بالنسبة لنا كتاب، العنوان بتاعه شهر مغفرة ورحمة وقبول وعتق من النيران. فالناس رايحة متشوقة إلى شهر رمضان ونسية شهر شعبان اللي هو المقدمة، اللي هو حضرتك هترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، اللي هو شهر هتغفر فيه الذنوب، بيسمى شهر البراءة، شهر التوبة، شهر المغفرة. كل ده في شهر شعبان يتشعب. شعبان معناها إيه؟ تشعب، أكتر من شعبة، يتشعب الخير فيه. كأن إحنا واقفين في شعاب الجبال، يعني طريق من هنا وطريق من هنا وطريق من كل هذه الطرق طرق خير، فلذلك سمي بشهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، لأن الناس دايما بتقلب الصفحة بتاع المقدمة وتخش على الصفحة الأولى في الكتاب، لكن هو لو قرأ المقدمة هيلاقي فيها الزبدة والخلاصة الكونكلوجن يعني بتاع الكتاب كله، وهيبقى مستريح قوي هو داخل يقرأ الكتاب وفاهم هو الكاتب عمل ده ليه. فنفس الكلام ولله المثل الأعلى، يعني إنجاز لنا التشبيه، إن حضرتك لما بتدخل شهر رمضان وتتشبع فيه بالسنن والنوافل والأعمال اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عملها، ثم تنطلق بعد ذلك إلى شهر رمضان، فحضرتك داخل مهيئ، مش لسه أول صدمة بالنسبة لك في أول يوم رمضان. صحيح، مصدوم، ممنوع من الأكل، ممنوع من الشرب، ممنوع من فأنت بتستعد في رجب من وشعبان، من القهوة هتعمل لك دربكة واليوم كله مصدع. لا، أنت بقى بتمهد لنفسك، ده أبسط مثال، يعني بتمهد لنفسك وانت داخل طبعا على شهر رمضان، إنك جسمك بدأ يعتاد الصيام، جسمك بدأ يعتاد الالتزام والدخول المهيئ إيمانيا لشهر رمضان. أهم حاجة كمان إن احنا نبقى مهيئين، ان احنا ما نتكلمش على الناس من بدري بقى من شهر رجب كده، نبتدي نقلل عشان حياتنا ده. ايوه، يعني خلينا نبقى واقعيين، يعني ما بس الناس تبتدي تقلل ده، يعني من اول شهر رجب نبتدي ان احنا نحط كده زي كل حاجه بنعملها في رمضان نبتدي نعملها من بدري شويه من الاعمال، يعني كمان زائد الصدقات زائد الصيام. طيب خلينا نقول انه ايه هي الاعمال ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه، 1 2 3، ايه اللي ممكن ندخل بيه على شهر رمضان. اول حاجه مهمه جدا وانا في شهر شعبان اعملها والحق نفسي فيها، واحنا داخلين على ليله النصف من شعبان، اول حاجه اعملها هي تصفيه النفس
من كل الأحقاد والضغائن والحسد والغل والنفسنة اللي مع الناس والمشاحنات، ندخل على الله عز وجل ونحن متسامحون. النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تلمسته في ليلة، يعني كانت في الليلة بتاعتها، فبتدور ما لقيتش النبي جنبها، فقالت بس يبقى راح عند إيه؟ واحدة من زوجاته، فقامت تدور عليه فلقت النبي صلى الله عليه وسلم راح البقيع. في البقيع. فالنبي لما لقاها استغرب، فبيقول لها أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هو أنا هظلمك؟ فقالت له يعني تلمستك يا رسول الله فلم أجدك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الليلة ليلة النصف من شعبان يتنزل الله عز وجل فيها فيغفر لخلقه بعدد شعر غنمي كلب. عدد شعر غنم قبيلة اسمها كلب، كانت من أكثر القبائل عندها أغنام. تمام؟ يعني النبي عايز يقول لما لا يحصى من الخلق. هنقعد بقى نعد شعر الغنم يعني؟ مش كده يعني. مفهوم. فالنبي بيقول لها ربنا بينظر إلى الخلق وبيتجلى ليهم فبيغفر ده كله إلا لاثنين، لمشرك ومشاحن. مشاحن بقى مين؟ اثنين جيران متخانقين مع بعض، واحد ومراته متخانقين، اتنين شغالين على بعض افساد في الارض وقطع صله الرحم، تقطيع صله رحم واشهاد زور واكل بالباطل وكل اللي حضرتك عايز تقوله من الصوره اللي ممكن نشوفها في المسائل التشاحنيه بين الناس. حتى لو كنت انا هنلاقيها. حتى لو كنت انا المظلوم مثلا، حتى لو كنت انت المظلوم اعفو وسامح. والله ستجد الفتح. يا جماعه عايزين نخلي ربنا موجود في الحسبه، مش دايما انا المظلوم. ماشي انت المظلوم، بس ربنا سبحانه وتعالى هو العدل، وربنا هو اللي عليه العوض، وربنا القادر على ان يبدل حالك. ما هي برضه فكره انك مظلوم دي مش فكره كويسه انك يعني قاعد بتنوح بيها دايما. لا، يعني تعلق بالله عز وجل وخلي ربنا في الحسبه. زي ما حضرتك بتقول دلوقتي واترك مظلوميتك لله عز جميل. وجل زي ما حضرتك بتقول دلوقتي جيران مثلا، لو في جيران متشاحنين مثلا، في بينهم مشاكل وتراكمت المشاكل، يعني مش هقول موقف واحد وتراكمت المشاكل، لكن هي بسبب الجار ده مش التاني. لو التاني بقى، لو هو اللي راح وبادر بانه يكلم جاره ويبدا بالسلام زي ما بنقول، الموضوع بيبقى صعب. خلينا برضو والاجر بيبقى على قدر كبير. المشقه. دايما الاجر على قدر المشقه. حضرتك تحملت الم نفسي وتحملت انك تتسامح وانك تتنازل وانه ورحت واقبلت. طب ليه هو ده كله؟ عشان ايه؟ عشان ربنا يعوضك بقى ربنا في حته تانية. فهتلقى ربنا ضمك لحزبه. الا ان حزب الله هم المفلحون، هم الغالبون. هم الغالبون. غالب في ايه؟ غالب على نفسه رقم واحد. غالب على شيطان جاره رقم اتنين. غالب على سيئاته وقلبه اللي هيبوظ و هتلاقيه في حته تانية. بقى غالب مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بقى يخليه غالب في حته تانية كتير جدا. خدت بال حضرتك؟ فهي الفكره كلها انك خلي ربنا في المعادله، خلي ربنا في الحسبه. اذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فاذا تركت مظلوميتك لله عز وجل وانت عارف ان انت مظلوم وان انت كذا وان انت كذا، ولكن انت تركت هذا لله. يا جماعة ربنا هو العظيم سبحانه، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما. ربنا سميع عليم بصير شهيد، عارف مين الظالم ومين المظلوم. صحيح. الصيام من العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر شعبان حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. علشان النبي يعمل فاصل ما بين شعبان ورمضان، كان يصوم أغلب هذا الشهر، لكن يجي في آخر 3-4 أيام وروح يفطر، ما يوصلش شعبان برمضان، هذا مكروه عند العلماء. طيب أيام النبي بيصوم فيها كتير جدا ليه يا رسول الله؟ قال لهم لأن هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا بقى عايز أعمالي ترفع لربنا. ترفع إزاي وأنا متلبس بعبادة؟ أفضل عبادة هكون متلبس بيها وهي الصيام. الأعمال بترفع هو الصيام. صيام بقى الصيام الحقيقي، الصيام وأنا صايم عن الحرام في كل شيء، في المطعم والملبس والإنفاق، وصايم عن الحرام في النظر، صايم عن الحرام في السمع، فرايح لربنا سبحانه وتعالى فقير متجرد، رايح له وانا صايم حقيقي، مش صايم وانا باكل حرام او ممتنع عن الاكل والشرب فقط، ممتنع عن اكل وشرب لا، ولا حتى ممتنع عن النوم. ده ابليس عليه لعنة الله اذا وجد الشاب اللي هو المفروض يبقى مقضيها يعني لقاه، راح يجتهد فيجيب أتباعه أعوانه ويقول لهم
انظروا إلى هذا الشاب، من أين مطعمه، بيأكل منين، فإن وجدوه يأكل من حرام قال دعوه فقد كفاكم مؤنته. خلاص انتوا سيبوه بقى هو يروح مع نفسه. خدت بال حضرتك؟ هما ممكن يساعدوه بقى يقوم يصلي الفجر عادي كل يوم، ما أن يستجاب له. لكن التاني بقى اللي بيأكل من حلال وبيتحرى وبتاع، يلاقي نفسه بيجاهد عشان يقوم يصلي الفجر، يلاقي نفسه بيجاهد عشان يدخل يصلي في الجامع. ليه؟ لأن الشيطان عارف أنه الأكل بتاعه حلال، فإذا دخل واستقام هيبقى مستجاب الدعاء، وإذا صحيح. مستجاب الدعاء ده يعني يبقى معاه اسم الله الأعظم، فهيعمل كل شيء. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد لما سأله، قال له يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. الحكاية سهلة وبسيطة. فأنا صايم لربنا سبحانه وتعالى في ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، ليلة النصف من شعبان، يستحب فيها الصيام كما ورد في حديث سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه، وباقي الأيام ترفع فيها الأعمال، ترفع وأنا صائم وأنا فقير إلى الله عز وجل، وأنا بقول له يا رب أنا المفتقر إليك في كل شيء، صمت عن كل شيء حتى أفطر على رحمتك، حتى أفطر على مغفرتك، حتى أفطر على وصلك يا رب، فصلنا بك نزداد ريا. طيب إيه تاني من الأعمال المستحبة خلال هذا الشهر؟ اتكلمنا طيب عن الصيام دلوقتي. احنا قلنا الأول تنقية القلب رقم واحد، رقم اتنين إطابة المطعم، إن دايما أطيب المطعم، رقم ثلاثة الإكثار من الصدقة، خاصة في مثل هذه المحن التي تعصف بالعالم، نبحث ونتلمس الفقراء والمساكين، نكثر من أعمال الخير، من كان له فضل زاد فليعد على من لا زاد له. هذا الشهر شهر يعني ينظر الله عز وجل إلى عباده ويتلمس لهم، يتلمس لهم أبواب المغفرة. فماذا تحب أن يراك الله؟ إذا جبرت بخاطر المسكين، أطعمت الجائع، استثمرت في مالك مع الله عز وجل، كان ذلك أدعى لأن يكتب الله لك المغفرة، يكتب لك القبول، يكتب لك الدرجة العالية. في ليلة النصف من شعبان ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. العلماء لهم توجيه أن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، فهذه الليلة ترفع فيها الأعمال وتفرق فيها الأقدار للعام القادم، فيتقرب الله، يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل كما يتنزل الله إلى خلقه، يقول لهم، يتنزل الله لغروب الشمس من هذه الليلة إلى مطلع الفجر، يقول ألا هل من مستغفر، ألا هل من تائب، ألا هل من سائل، ألا هل من كذا، هل من كذا. فالناس في هذا الوقت إذا أقبلت على الله عز وجل بصحائفك، أنت عايز ربنا يشوف إيه في الصحائف بتاعتك؟ يا رب أول حاجة أنا جيت لك وأنا مجدد النية أني حسامح أي حد يا رب له عندي لي عنده شيء في عرض أو مال أو نفس، أنا سامحته. هل بأجر أنا على المسامحة؟ طبعا. ما خلاص ربنا بيشوف بقى، احنا دلوقتي هو وقت العرض، فبترفع الأعمال، فيا رب أنا حسامح. الناحية التانية يا رب أنا صايم. رقم ثلاثة يا رب أنا متصدق. النبي أول حاجة عملها في المدينة أطعمه الطعام، أول حاجة من الأعمال الخير المهمة عموما وفي شهر شعبان وفي شهر رمضان بأزيد، إطعام الطعام. رقم أربعة وربنا حيبص، إكثار الدعاء، إدعي يا رب في ليلة النصف من شعبان، يا رب اللهم يا ذا المن، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، جار المستجيرين، أمان الخائفين، اللهم إن كنت قد كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا أو محروما أو مطرودا فامحها واكتبني عندك سعيدا مرزوقا موسعا علي في الرزق، فإنك قلت وقولك الحق، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الليلة التي تقدر فيها أقدار كما يقول كثير من
أهل الولاية أنه هذه الليلة تقدر فيها الأقدار، يكتب فيها الإنسان شقي سعيد موسع عليه مقطر عليه في الأرزاق، ولا يرد القدر إلا الإيه؟ إلا الدعاء. فيكثر الإنسان في هذه الليلة من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يجعله الله عز وجل من السعداء، وأن يكتبه ممن محيت شقاوته وكتبت سعادته، وأن يوسع عليه في رزقه. طيب لو في حضرتك لسه قلت لنا صيغة دلوقتي للدعاء، هل في دايما بيبقى في صيغة معينة كده أدعو بيها لو أنا عايزة أبقى مثلا ربنا يرزقني؟ هل بستخدم اسم ربنا رزاق الوهاب في دعائي؟ هل في صيغة معينة؟ ده من فقه الدعاء للناس اللي لسانهم بالذات مش يعني، في بعض الناس حتى كان أحد من الصحابة كان بيدعو الله يقول له يا رب أنا لساني مش عارف أدعي زي الباقي، فهل في صيغة معينة نقدر كلنا نتبعها؟ وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني ما بعرفش أقول نفس الكلام في بلاغتك ولا بلاغة سيدنا معاذ كان من البلغاء يعني. فالنبي قال له ماذا تقول؟ قال اللهم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندن، احنا أنت جايب الخلاصة وإحنا بندندن حواليها. فأهم حاجة في الدعاء قبل اللفظ هو صدق الالتجاء الى الله عز وجل. انا ممكن اقعد اقول اجيب لا، يعني البعض بيقول لازم نقول نصلي على النبي الاول بعد كده. دي اداب الدعاء. يعني سيدنا عمر يقول الدعاء موقوف بين السماء والارض ما لم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفتاح اجابه الدعوه هو الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ان تصلي على رسول الله قبل، وان تختم بالصلاه على رسول الله، لأن الله أكرم، لأن ربنا هو اللي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله أكرم من أن تأتي متشفعا برسول الله في البدء وفي الختام ويرد ما بينهما من دعاء. يعني احنا في الأول نصلي على النبي، نصلي على النبي اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد، بعد كده أدعو بما أدعو أرجو باللي الله أنا عاوزه باللي يمس قلبي. عارف حضرتك الدعاء بحرقة والتوجه إلى الله بحديث القلب الحديث الصافي ده بيحصل معاه يعني اتصال مباشر مع الله عز وجل. أبسط حاجة وأريح حاجة إن أنا أقول اللي في نفسي من غير كثرة التزام بألفاظ أنا ممكن ما أكونش حاسسها. صحيح. الدعوة اللي أنا حاسسها لها يعني، يمكن ناس جربت ده هتلاقيها بتجربه. أنا بدأ إيه؟ يا رب أنا عايز كذا كذا كذا، كأني أحدث خليلا لي، كأني بكلم واحد صاحبي. ولله المثل الأعلى، وهذا جائز، اللهم أنت الصاحب في السفر، فربنا صاحب لنا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، فإحنا بنقول كلام إحنا عارفين الخلفيات بتاعته. صحيح. إنه كأنك بتكلم تناجي خليلك، فكلم ربنا كأنك بتكلم صاحبك. بس بقلب مفتوح من غير ما يكون في حدود. ونختم الدعاء بالصلاة، ونختم الدعاء بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان الإنسان يمس الدعاء قلبه كلما كان أوقع في الإجابة عند الله عز وجل. لكن كلما مسكنا في ألفاظ وجبنا كتب وقعدنا نقرأ وبتاع وأنا مش حاسس ولا عشت أي حاجة من ده. كل سنة حضرتك طيب. طبعا بشكرك جزيلا. الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، بلغنا ليلة النصر في أفضل صورة وأحسن حال يا رب العالمين إن شاء الله. شيخ تامر مطر الواعظ الديني، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك يا فندم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل آخر فقرة معنا، خليكم معنا. رحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن الأمهات في السنة أولى أمومة بيكونوا طول الوقت خايفين عشان ما عندهمش الخبرة الكافية في التعامل مع الأطفال اللي لسه مولودين. يمكن كمان بنشوف إن الأمهات دايما بيفضلوا فترة كبيرة مع بناتهم اللي مخلفين جديد، يعني ربنا يخلي كل أم بتساعد بنتها بيبقوا معاهم عشان يعودوهم على إزاي يتعاملوا مع الطفل الجديد. لكن الأم بقى إزاي تتعامل مع طفلها سنة أولى أمومة، ولو أول مرة بتخلف إيه المفروض تعود طفلها عليه من سن صغير؟ الموضوع طبعا بيكون صعب جدا، وربنا يكون في عون البيبيهات الصغيرين بالنسبه للامهات في سنه اولى امومه. يعني ويمكن الفقره دي معموله عشان خاطر بسنت تقريبا، يعني عشان تتعلم بقى دلوقتي هتعمل ايه. طبعا احنا معانا ضيفتنا منورانا في الاستوديو امل غالي، اخصائي نفسي وتربوي، عشان نتكلم معاها ازاي الامهات يتعاملوا مع اطفالهم لو كانت دي اول تجربه بالنسبه لهم. اهلا بيك منورانا. ازيك يا فندم، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب. دايما في سنه اولى امومه كده ليها طقوس خاصه. طبعا الامهات لسه ما جربوش الموضوع ده قبل كده، شايفين قدامهم كائن حي مش عارفين يتعاملوا معاه ازاي. وفعلا زي ما بسنت قالت في الاول،
لولا مامتها بتقف معاها هي مش هتعرف تعمل حاجه. ده بجد حاجة. لا هي يعني هي عامله كل حاجه. انا كمان مامته، هي مامته فعلا. فعلا. طيب يعملوا ايه؟ هي زعلانه. لا لا انا موجوده، انا موجوده جدا وكل حاجه، بس انا يعني في حاجات انا فعلا مش فاهماها. فاهمه قصدي؟ في حاجات ممكن مثلا ماما تساعدنا فيها، زي مثلا انا كنت ماما تساعدني ان انا احميها، احمي ابني او بنتي مش عارفه اتحكم فيه. ماشي. البامبرز غير البامبرز، لكن في حاجات الاساسيه الام ما ينفعش حد تاني يقوم مكانها، اللي هي التواجد. ان الام تبقى موجوده اول سنتين في حياه الطفل. ان هي تبقى لما يعيط يلاقيها، لما يعني تبقى مبتسمه في وشه قريبه منه، الحركات دي الحاجات دي اساسيه ومهمه جدا. مش موجود ايه تاني؟ دي بيسموها التعلق الامن، دي الاساس الصحه النفسيه للبني ادم اللي بتستمر معاه العمر كله. اللي هو اول سنتين ونص دول مهمين، بيبني الطفل علاقته بمامته، ومن علاقته بمامته بقى بيشوف الحياه كلها وبيتعامل مع الحياه كلها من منطلق العلاقه دي. دي الاساس. يعني هي تكون موجوده سواء كانت بترضع طبيعي او صناعي، المساله هي مش متعلقه بالرضاعه اصلا. مش متعلقه بالرضاعه، هي لازم تكون موجوده في حياته. يعني لا، هي الرابطه اللي بين الام وبين الطفل مش مجرد رضاعه. هي طبعا الرضاعه اساسي. لكن الرابطه اللي فيها الطفل بيوصل له حنيه، اللي بيوصل له فيها ان انا مهتمه، ان انا موجوده، ان انت لما تبكي هتلاقيني. عشان كده النصيحه بتاعت لما يعيط ما تشيلهوش، دي نصيحه يعني عملت مشاكل في الصحه النفسيه للاجيال كلها. صحيح، لازم لما يعيط يلاقي مامته. انا والله بشيل، انا لسه كنت بساله على دكتور عظام. يعني عظامك اتلخبطت صح؟ بشيل ظهرك وجعك. ايوه، هي دي الضريبه الام بتدفعها. بتدفعها من صحتها ونفسيتها ومنطقتها طبعا. طيب خليني اسالك سؤال، يعني خلينا نتكلم على الطفل اللي لسه عنده شهور يعني، او لسه في شهر 2 3، عارف مامته اصلا؟ يعني هو عارفها، حاسس هو عارفها، لان هي من هو عارفها في علاقه من الرحم. بيحس بيها. ليه اطفال بتبتدي الصحه النفسيه بتاعتهم من هم في الرحم؟ وفي اطفال بيحصل لهم جروح نفسيه من الرحم، لان الام لو رافضه البيبي جواها رافضه كتير، ده بيوصل له للطفل. فلا بتبقى عارفها وحاسسها وعارف ريحتها ولا ده فعلا ضربات قلبها والكلام ده. مش عارفه حكايه ضربات قلبها يعني، مش متاكده، بس اللي انا عارفاه ان هو بيحس بيها. لو هي متضايقه او غضبانه او متوتره بيحس، هو بيتوتر ويعيط ويصرخ. لو هي متقبلاه بيحس بالامان، لو هي رافضاه بيحس ان هو بالرفض. كل المشاعر الام جواها الطفل بيحسها. ودي مشكله مش سهله، لان الام بتبقى مش يعني كانت في ام بتقول لي ايه، يعني هو الطفل الصغير ده يحس بيا؟ هيعرف لو انا مش حباه او رافضاه؟ اقول لها طبعا. الامهات فاهمين ان هو ايه، قطعه لحمه صغيره محطوط بياكل ويشرب وخلاص. لا، ده بني صحيح. ادم بتتكون كيانه كله وافكاره ومعتقداته بتتكون في اول سنين. جميل. الصوت اللي بيبقى جوه رحم الام ده، عشان برضو نكون فاهمين وفاهم الناس، في بعض الناس دلوقتي بدات تعتمد على اجهزه بتعمل نفس الصوت بعد الجنين ما يخرج بالسلامه ويبقى بيبي كده لطيف، ويسمع الصوت ده بيقولوا بيعمل حاله من الالفه ان هو كان موجود في نفس البيئه. هل الكلام ده معقول؟ هل الكلام ده يعني انا ما اعرفش الكلام ده صحيح اصلا ولا لا، بس بدا يناموا عليه فعلا. بينتشر، بس خلي بالك اي دراسه بتتعمل هي بتقعد سنين عشان تتاكد. بس بيقولوا يعني فعلا ان الطفل بيسمع الاصوات اللي كانت قريبه منه فبيهدى. وكل ام بتبقى عارفه برده طبيعه ابنها، لان مش قاعده ثابته على كل الاطفال. يعني لازم الام هي مع الوقت اللي هي بتفهم ابنها. وانا عايزه اقول برضو الامهات الجداد، ان انتوا يعني مش معنى ان انت بقيت ام ان انت مولوده او خلاص بقيت معاكي فاهمه كل حاجه عن الطفل. لا، دي رحله، انت بتاخدي وقت عبال ما تفهمي ابنك وتفهمي امتى بيهدى وامتى بيتضايق. فما تزعليش من نفسك لو لقيتي نفسك مش عارفه، طبيعي مش عارفه. هتحتاجي تسالي، تقري، تتعلمي لحد ما تفهمي طبيعه الطفل، لان هو الطفل ده مولود بطبايع، هو مش مولود كده وخلاص. لا، ده ربنا اداله طبع، الطبع ده ممكن يكون شبه الام او مختلف تماما عن الام. يعني في لو الام مثلا نشيطه ممكن يكون جاي لها طفل هادي قوي، والعكس. فلازم الام مع الوقت هي بتكتشف نفسها كأم، بتكتشف البيبي. طيب انا بقى هتكلم معاكي في موضوع بجد انا مضايقني شخصيا، ان كل الناس بترمي على الام كل حاجه في الدنيا. انت لازم تاخدي بالك من ابنك، انت تغيري، انت ونفسي بس الناس تفهم انه بجد احنا مش بنبقى مولودين عارفين الكلام ده، في فطره تمام، بس ما بقاش فيه يعني بنتعلمها عادي خالص. دور الراجل في المرحله دي ايه؟ دوره مع الطفل؟ لا ثواني بقى، ثواني، دور الراجل لا، ايوه، دور يعني بتصرفه بقى وكده يعني؟ لا خالص والله. امال
هنسمع منها. طيب بالظبط هنسمع يعني كلام المختصين يعني الاول وبعدين بنقول التجربه. يعني انا طبعا سيبك، انا مش عايزه اتكلم مع دور الـ 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 الاب مع الام، مع الراجل مع الست، ايه هو بالذات كمان في حاجه اسمها بوست بارتم ديبرشن، يعني في الاكتئاب ما بعد الحمل. لكن انا هتكلم على دور الاب مع الابن قد ايه مهم في السن الصغير ده. بس الدور الاب لازم الاب يدخل وفي التربيه. طبعا هو مش هي ممكن الاباء يعترضوا ان احنا مثلا نقول لهم غيروا بامبرز والحاجات دي، لكن ليه بيعترضوا؟ يعني في اباء بيعترضوا، لا مش عارف، لا مش هعرف. انا رايي ان يحاول، ما هو لما بيدخل في التربيه من الاول ويحاول ويعافر مره واثنين هيبني العلاقه. اوقات الاباء بيبقوا عايزين العلاقه تبتدي بعد ما الطفل يتكلم او بعد ما الطفل يمشي. لا، حلو لو ابتدت بدري، يعني حلو لو الطفل حس بابا. طب ما انا ممكن اشيل يعني شيل، لو مش عايز تغير اهو اهو اعترض اهو. طب احنا اصل احنا عندنا كارثه يعني، عارفه ايه هي؟ انه دايما يقول لك ايه انت ست دي فطرتك. يعني ايه فطرتي غير يعني فطره فطره الست؟ هقول لك ليه المجتمع بيقول كده. فطره الست الرعايه، ترعى تاخد بالها. يعني انا ما اقدرش انكر ان انا احب اعمل لاولادي، يعني انا احب انا كست احب اعمل لاولادي واكلهم واهتم بالحته دي، جزء الفطر بتاعي. لكن حاجات مهاريه انا محتاجه لسه اتدرب عليها. يعني احنا مثلا بنقيس على الام، يعني برضو انا حاطه نفسي مكانك، وانا لما كنت اول مره ام كنت متلخبطه، انت ليه ما بتعملش معايا؟ انت يعني معقول انا افضل اغير واكل واحمي وانت ما بتعملش؟ لا، دي كانت بتبقى حاجه برضه متعبه للست نفسيا طبعا، ان هي محتاجه اليد، خصوصا في المرحله الاولى، ان هي ما تحسش ان هي وحدها، لان هي اوقات هتحس بالعجز، ان انت طول الوقت لما بتبقي سانده على مامتك انت في الاخر بتتعبيها. ايوه، يعني دايما ده اللي بحب الناس تبقى فاهمه. انا نفسي بس نوصل لمرحله فتعالوا بقى تعبونا احنا بقى يعني بجد في مجتمعاتنا الشرقيه، انه نفهم ان الجواز ده مسؤوليه على الاثنين، ان احنا بالظبط يعني، والاطفال دول الاثنين يعني. وعلى فكره مش بس الاب يصرف، يعني مش بس احنا، طب خلينا نعترف ان الرجاله كمان بتصرف. بتعمل دور كبير قوي قوي مع اولادها، ان هم بيشتغلوا كتير عشان يصرفوا على الكائن الجديد الموجود. لكن لو انت كمان بتشتغلي مفيش مانع ان انت تساعدي. فالمسؤولية ما بين الاثنين. أنا عايزة النهاردة نتكلم كمان على مسؤولية الراجل في التربية مع أيوة مع مسؤول. بس الأب هو وجوده بيعمل اتزان في حياة ولاده. يعني لو شلنا الأب من معادلة التربية نعرف إن في خلل حاصل في حياة البني آدم. فربنا خلق كده أب وأم. يمكن محتاجين بس الرجالة تدرك أهمية دورها مع الوقت، إن أنا ليا دور ومؤثر. وأنا وخصوصا بقى لو عندنا بنوتة، البنت محتاجه الاب اللي بياخد باله منها ويحسسها بانوثتها ويحسسها ان هي جميله. ده بيحمي البنت على المدى البعيد. والولاد بتتعلم الرجوله برضو من مش هتتعلم رجوله مني، هتتعلم رجوله من باباها. فالولد في الهويه الجنسيه بتاعه الطفل على عمر سنتين ونص، لو الاب مش متواجد ممكن يحصل مشكله. لازم الاب متواجد على عمر سنتين وسنتين ونص علشان الولد يحب ان هو ينتمي لعالم الرجاله، ويتعلم يعني ايه راجل، ويعني ايه مثلا الاب ياخده معاه مثلا بيحلق دقنه وهم خارجين بره يشتروا لبس، يعمل حاجات مثلا، يعمل حاجه في العربيه، الحاجات اللي بيعملوها الرجاله مع بعض. لو الاب مش متواجد في العمر ده، في المرحله العمريه اللي هي سنتين وسنتين ونص، ممكن الطفل يتعرض لمشكله في تكوين الهويه الجنسيه عنده. طيب نرجع لنقطه الرعايه، وان الام مسؤوله عن بعض الامور، وزي ما كانت بس انت بتتكلم فيها مساله الاكل. الامهات الجداد مش عارفين، وفي يقول لك في مدارس، في بعد 3 شهور ابتدي ياكله، في بعد 6 شهور اكله. طب امتى يقعد، امتى نبتدي نقلبه؟ يعني في تفاصيل كتير قوي بالنسبه للطفل في البدايه، لو خصوصا لو هي تجربه جديده ما بتبقاش الام عارفه تتعامل معاها. بص، هو حكايه الاكل دي طبعا المرجعيه فيها للدكاتره بتاعه الاطفال. بس هي المفروض ان انا كام اول مره جديده، بلاش اللي انا هشجع الامهات عليه، ما تسمعوش نصايح من على النت. يعني في ناس تقول لك اكله مثلا على عمر 3 شهور، اكله مش عارفه على. لازم المرجعيه بتاعتنا لدكاتره الاطفال في المرحله طفل دي. كل طفل، دكتور بتاع ابني يقول لي دايما كل طفل غير التاني. فاحنا ما بنديش انا نصايح بقى، مديش نصايح، لا ما ينفعش ادخل على جروب ستات واقول لهم انا ابني 3 شهور اكله ايه. تروح الست نازله، طب افرض مثلا فول، مثلا في اطفال عندها انيميا الفول، طب افرض اكل بقى حاجه يعني لحاسينه فول، افرض عنده حساسيه، خلاص الطفل ده هيتحط في حته ثانيه مش حلوه. فانا عايزه اقول دايما الامهات بلاش تسمعوا النصايح وخلاص. لازم نرجع بأول سنة أمومة بالذات، نرجع للطبيب ونشوف ده إيه اللي يناسب ابني. يعني أنا بقى أصلا بنتي سننت على عمر سنتين، في أطفال يعني سننت على عمر 6 شهور، في كل طفل مختلف عن التاني. لازم نرجع بأن مرجعية ثابتة وعلمية، مش نرجع لأي حد وخلاص عشان الأم بس ما تتلخبطش.
طيب لو الام عصبيه قوي وبتزعق كتير ده ممكن يؤثر على الطفل طبعًا. في عمر الشهر طبعًا. والشهرين جدا فعلا جدا جدا واولا هو هيطلع عصبي ثانيا الطفل بيحس بعصبيه امه وبيحس بالتوتر والقلق وبيبقى مش مطمن زي ما احنا متفقين من اول حلقه ان الاطفال بتحس بكل حاجه من الام هو الطفل كائن حساس جدا ومنفتح على مامته بشكل مش طبيعي فبياخد من صفاتها بياخد من صفات الاب برضو وبياخد بس يمكن عشان مرتبط بالام في الوقت ده اكتر بياخد من صفات الام كتير جدا وبياخد من اللي هي بتعمله فلا العصبيه اصلا من العصبيه من الحاجات اللي بتهز شخصيه الاطفال في اول سنين عمره طب والطفل اللي مولود اصلا عصبي لا يعني يعني مفيش حاجه حصلت تعصبه بس هو بيتعصب لا بس هقول لك حاجه مولود عصبي دي لها تفسيرات كتيره اولا هل هو مثلا في الشهور لو انت بتتكلم عن شهور الاولى هل بطنه وجعاه هل مش مرتاح مع الرضاعه لسه ما طبعا بيبي لسه ما اتعلمش يتكلم فطبيعي لو الانسان لو تعالى نتخيل اننا احنا الثلاثه ما بنتكلمش وعايزين نوصل حاجه اللي قدامنا هنعمل ايه هنعيط هنصرخ هنعمل كده بس لا اعتقد في سن يعني كبير شويه سنه مثلا وهو دلوقتي مش هو دلوقتي شهر او شهرين هو دلوقتي عايز يعبر عن حاجه هو بيعبر ازاي انا مثلا عايز ماما عبر ازاي جعان عايز اعبر ازاي كل هي لغته هي البكاء فهو الام بتعتقد ان هو كده عصبي ما نحطش ليبل عليه دلوقتي لان هو حبيبي بيبقى عايز يعبر بس مش عارف فبيعبر بالعياط طب ازاي الام يبقى عندها وعي بمراحل النمو عند الطفل يعني ان هو مثلا برضو ان هي لازم الام زي ما انت قلتي في الاول ان الام فطره جزء منها فطره بس جزء منها لازم تتعلم ابقى عارفه ان ابني مثلا كل مرحله عمريه ان هو مثلا هيبقى محتاج ايه في الوقت ده ان هي تقرا عن المراحل العمريه في كتب كتيره بتتكلم عن كل مرحله عمريه ده كل شهر مختلف طبعا في كل مثلا كل 3 شهور مثلا الطفل ده نقدر مثلا نسمعه موسيقى نقدر مثلا نلعبه العاب ممكن نجيب له مثلا انا بوصي الامهات اللي هم عندهم اطفال صغيرين في الشهور الاولى يجيبوا لهم كتب ويفتحوا الكتاب قدامه ويقروا الكتاب معاه حتى هو مش فاهم حاجه بجد يعني في سن صغير طبعا في الشهور الاولى الشهور الاولى بتجيبي كتاب وتقعدي كده والطفل يشوف الصور ويبقى فيه مثلا الوان على عمر الكتاب ايه بقى اللي بيطلع منه مثلا الحيوانات الحاجات دي وعلمه ايوه دي حلوه جدا لازم وتسمعه مثلا موسيقى تاخده في حضنها ومثلا تدندن معاه حاجه مثلا دينيه او عايزه تغني له ده نوع من انواع التواصل معاه دكتور أمل يعني كل الشكر ليكي أخصائي نفسي وتربوي بنشكرك يعني موضوع مهم جدا يمكن بيمسنا احنا شخصيا كمان أتمنى تكوني اتعلمتي حاجة بس أتمنى أنت تكون بقى اتعلمت بقى الموضوع هنغير ولا لا هنغير هنساعد والبامبس في الزيت شكرا جزيلا ليك يا دكتور كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا بنشكر حضراتكم على المتابعة بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد وصباحكم زي الفل